القاهرة. العافية استراوي، كنت محتاجاني في حاجة؟ ايه؟ انت كنت رايح فين يا ابو العين؟ انا كنت رايح اشوف لي ولاد. ايوه وحشوني. رايح تشوف الولاد بسكينة يا ابو العلا؟ انا رايح لروض، انا لازم اسيح دم الراجل الفاجر الكافر دي. يا لهوي، استنى يا راجل، انت استنى يا ابو العلا، اهدى اهدى يا راجل. راجل؟ انا راجل؟ هتودي نفسك في داهية يا ابو العلا. انا عايز اعمل كده، انا عايز اقتله الف مرة، بس عارف انني مش هقدر. بصحيح ايوه مش هقدر، انا لي جبال وما نحسبش في الرجالي. ما تقولش على نفسك كده، ده انت راجل وسيد الرجال. بس اسمع كلامي يا ابو العينة، وانا هخليك تدوس بمداسك ده العمدة عتمان واللي زيه. وهيفيد ايه الكلام يا استراوي؟ الكلام بيزود النار وبيفتح الجرح وبيدوس عليه وتنه وينفخ في غيظي ويحط في راسي خيالات واوهام اني بنتقم من العمده وبسوي فيه الهوايل. وبعدين افوق الدنيا وافتكر الحقيقي هي انني لا حول لي ولا قوه، وان العمد دي واللي زيه هم دول الناس اللي تقدر، اماني والناس الضعفة اللي زيي احنا اللي مقدور عليهم، احنا اللي بنداس ونتناب ونتهان، واحنا اللي بنسكت. بس يا ابو العلا، بس العلا كفايه قطعت قلبي. اللي بقوله لك ده لا هو خيالات ولا احلام، بس انت اسمع كلامي. انت يا بنت التوهية فين الكردان؟ وحياة النبي والنبى النبي، اللي ما هتطلع الكردان اللي هكون بعتكوا على الحجز وخلي الغفر ينزلوا فيكم ضرب كده لغاية لما يكسروا لكم عظامكم. فين يا بنت انت وهي الكردان؟ وحياتك يا ست حفيظة، ما نعرف حاجة، الست فهيمة طردتنا برا الأوضة. ايوه، وقالت ليني محدش يدخل هيني الا لما اقول لكم. هنقول لها ايه يعني يا ستي؟ خرجنا وسبناها وياكي في الاوضه. هي ما فيش غيرها اللي قالت اللي ايدي مش طايلاه من عتمان امد ايدي واخده من حفيظي. وحياه امك يا فهيمه الكلب اللي اكون مطلعاكي بلاوي زرقاء سودي، وهفضحك فضحت اللحمه اللي في السوق، وهقول للناس كلتها ان هي حراميه. طب الحقي بقى، روحي بقى شوفي بقيه الذهب وتممي على الصيغه والحاجه، لا تكون خدت حاجه تانية ويا الكردان. يا مصيبتي الحقي، مش يا بنت التوهية من هنا. خدي يا بنت، خدي خدي يا بنت. لا مش انت، امشي انت، تعالى. ايوه يا حضره العمده، انا جعان يا بنت. عايز تاكل ايه يا حضره العمده؟ ده في فراخ وملوخيه ده انا عايز اكلك انت اكل كده. هم ماما بقول لك ايه، تعالي جوه كده وريني فيها ايه. تعالي
ما شفتش الحلاوه دي بالجمال دي؟ لا يا مامي دي. إيه وريني بقك كده. اسناني وجعاني. ام اني دكتور سنان وداني كمان. اني دكتور وده. يا وريني بس وريني بقك بس. اسناني وداني وجعيني يا عمدي. ايه يا اختي؟ اسناني ووداني. اني دكتور سوداني. ست حفيظه تيجي. تعالي بقول لك ست حفيظه تيجي يا عمدي. سيبك من حفيظه خليكي معايا يعني. اني اللي تركزي معاه وسيبك من حفيظه خالص. ست حفيظه يا بنتي سيبك منها تقول حفيظه في دهني. لا يا احنا مع بعضينا كده عشان انا عايز اقول لك كلمتين كده. بتعمل ايه يا عرد الرجاله؟ وانت بتعملي ايه يا بنت عم؟ تعالي هنا. لا يا ست. يا بنت الكلب يا بنت الكلب انت خلي بره. انت رايح فين مني؟ يا بلدي يا بتاع النسوان انت ما بتتعدش. يحطك ربنا يا شيخ. اتفضل يا عمدة. اتفضل يا خطوة عزيزة. اتفضل عثمان. يا اهلا يا مرحب يا اخويا. اتفضل. اهلا اهلا. اتفضل اعملي الشاي يا بنت بسرعة. ماليش لزوم الشاي. اقعدي يا فهيمة انا عايزك. خير يا عثمان؟ لا مش خير يا فهيمة. ليه يا عثمان؟ انت مش جاي عشان نتصفى؟ ايه يا اخويا نتصفى بس بعد ما تصفي انت السواد اللي في قلبك انت ومراتك دي. احنا يا اخويا اللي جوانا صافي والحمد لله. طب يا اختي الحمد لله. شوف بقى انا ما رضيتش يعني استغل اللي حصل ده واكبر الحكايه واشيل في قلبي واعمل لكم فضيحه. انا قلت انا الكبير برضه وانا العمده والكبير يعرف الاصول. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ ما تتكلم دغري. فين الكردان يا فهيمه؟ كردان؟ كردان ايه يا عثمان؟ الكردان اللي مراتك خدته من صدر مراتي. كردان ايه يا ابو كردان؟ ده لو قدامي مال الدنيا كله ما مد ايدي على حاجه حرام. الكردان قال. لا تقولي عليا يا بنت. يعني انت ما استغلتيش فرصه ان البنت حافظه مسور ورحت سالت الكردان من صدرها وهي مؤمن عليها؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بقول لك ايه، انا صبرت عليك كتير وصبري طال. قوم يلا فرجينا على الكردان كده. كتير قوي يا عثمان والكل طفى. وشوف بقى مش كل الناس تاكل حرام وتحطه في جوفها، ولا كل الناس تمد ايديها على حاجات غيرها زي حفيظي. وهي الحق عليها فهيمه ما سابتش حفيظه تموت. انت بتقول ايه يا يالا؟ اسمع بقى، الكردان ده لو ما ظهرش انا مش هقول لك انا اعمل فيك ايه انت والحراميه دي. هقول لك انا اعمل ايه؟ لا انا مش هقول لك. انت بتزعل ابويا ليه يا راجل انت؟ يلا انكشح من هنا بدل ما اديك بالشوم على دماغك افتحالك. بس يا واد بس ما تعليش صوتك. عيب عيب يا ابني. يا ابن الايه؟ يا ابن علوان. ماشي. دهب دهب ايه يا امبو دهب؟ ده انا عندي دفري العيل بملء قرون الدنيا كله. مصلك ما جربتيش وما تعرفيش. يعود مايل لا قايم ولا طايل. يعود ناشف في سجره رخرف فيها السوس. ما ينفعش يتقلي على الجدور. وحياة امك لحبايتك في الحجز يا بنت بيعت الدود يا حرامية. ههر يا اختي ولا ههر ولا هخاف منك. بكره يا حبيبتي تموتي انت والتور اللي سحباه معاكي. واخره الميتين فدان هو متر في متر تربه حر جمر نار طايق من جنبها شرار. وهنقعد انا وولادي وهناخد كل حاجه كده ولا هنترحم عليكي. ده على جثتي. طب ما هو على جثتك يا حفيظه ان شاء الله. ان شاء الله انت وعيالك وجوزك في شطه واحده. هتعمل ايه المشطف اللي مضروبه بالبلطه؟ وبكره تموت يا كتكوت توت توت. بكره تموت يا كتكوت. بس عندك هنا يا عم عز. تسلم ايدك. ايه يا بركه. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يا شيخ مبروك. حسب الراجل خليه يمشي، ده راجل صاحب عيال وصاحب عله. حسب الراجل ايه؟ هو الشيخ مبروك عاد حيلته حاجه؟ ما انت فلستني يا اختي. خد خد يا اخوي نص فرنك اهو. تشيل الحاجات دي تنزلها تدخلها جوه. يلا. لا هو مش هيشيل حاجه يدخلها جوه. انت اللي هتدخل لي الحاجه لحد جوه. جرايه يا فاطمه. الا مش كفايه شيلت الحاجه من المحطه لغايه ما رصيتها على ظهر العربيه الكارو وانت عماله تقولي لي ما تبارك بك يا شيخ مبروك، ما تبشر بك يا شيخ مبروك. لا يا اختي لغايه كده وخلاص. هو ايه ده اللي خلاص؟ وبعدين نص فرنك ايه اللي بتديه للراجل الغلبان صاحب العيال والعله؟ ده ايه الفقر ده؟ خد يا راجل انت جنيه بحاله اهو يا عم عزت. تروح تجيب لعيالك كل اللي نفسهم فيه. ان شاء الله خليك يا ست.
وانت يا شيخ مبروك. يلا يا اخويا همتك معايا كده نزل الحاجة. انزل حاجة جنيه جنيه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ده العمدة هيخرب بيت. خدت الجنيه يا عم عز؟ طب يا اخويا بالجنيه اللي خدته دي عايزك تنكت العربية دي وتنزل الحاجات اللي فيها، تدخلها جوه وترصها في مكان. جرى ايه يا شيخ مبروك؟ ما تخلي الراجل العليل ده يروح لعياله. ايه ويلا هات الحاجة وتعالى ورايا، ده اللي عمل جميل يتمه لا تموت امه. بلاش تمنع عني البركة. ده عمل جميل يتمه لا تموت امه، واللي امه ماتت ما يتموش. تعالى يا اخويا، تعالى شيلني يا اخويا شيل. تعالى يا اخويا يا ساتر يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله. مش كفاية بركة كده يا فاطمة؟ يا ساتر يا رب. بالذمة يتجوزها ويكتب عليها ليه؟ إذا كان كل يوم والتاني عندها جوي، لو إيه؟ عيني عينك كده. يا عم يتجوزها ولا تنه مقضيها زيارات؟ وكان حد قال له حاجة؟ آه يا بلد جبانة مخليه برطع، الناس كلها ساكتة وكله بيقول أربي عيالي. أوه، وكيه راح يربوا عيالهم يعني؟ إذا كانوا ما عارفينش يربوا نفسيهم. العمدة هيتجوز فاطمة، أبو العيلة هو اللي مش تمام، طلقها بعد ما ربت له عيال. العمدة كتر خيره، مش عايز يسيبها لوحدها كده من غير راجل. أي والله كتر خيره. واه العمدة كتر خيره. لا صح والله الحق معاك، العمدة كتر خيره، راجل طيب، خد البت من جوزها وطلقها عافية عشان يتجوزها هو. أصله خايف عليها، خايف عليها من الفقر، وخايف عليها من أبو العلة. وبكرة راح يجوعكم واحد واحد عشان خايف عليكم برضو، خايف عليكم من كثرة الأكل. وبكرة راح ياخدوا فلساتكم وقرشيناتكم كلها عشان خايف عليكم من فتنة المال. أمال إيه؟ وراح يموت عيالكم كمان والله عشان خايف عليهم من المرض وخايف عليهم من الفقر. يا سلام، العمدة طيب صح وقلبه رهيف. قوم يا عاد انت وهو يا عاد، قوم يا اخ، ده انتوا بلد. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا عروسة العمدة. الله يسلمك يا عمدة. يعني يا شيخ مبروك والله مانيش عارفه اقول لك ايه، يعني انا بتشكر لك اخر شكر تعبتك معايا والله. وده الكلام؟ لا لا شكر على اي حاجه يا ست فاطمه. مع اني يعني زعلاني، زعلاني منك خالص. لا زعلانه من ايه؟ كف الله الشر. اصلي يا عمده بصراحه يعني انا ما لحقتش اشتري كل اللي نفسي فيه. الشيخ مبروك قاعد يستعوقني ويستعجلني ويقول لي يلا يا فاطمه يلا يا فاطمه، الليل هيليل علينا، العمده هيستعوقني. قمت تاني بقى ما لحقتش اشتري اي حاجه من اللي انا كنت عايزاه. ليه كده يا زفت انت؟ اي والله عندك حق، والله زفت فعلا، لان انا بهدلت نفسي وفي الاخر مفيش شكرانيه. انا خلاص يا عمده، انا حاسس ان انا هتشل. حاسس ايه؟ انا اتشلت فعلا. طب روح انت، روح هات لي اجيب لك ايه يا عمده؟ وعمال تخمش انت. وانا ماشي ماشي انام اريح جتتي. سلام عليكم. طب يلا يا اخويا سلام. انت يا راجل انت اقفل الباب وراك اهو. بقولك ايه يا عمدي، انا عايزك تاخد بالك وانت بتحاسب الراجل ده. عشان ده راجل ضلالي وذمته واسعي، وانا كاتبه عندي وعارفه كل حاجه اتصرف فيها ايه واتجابت بكام. لازم انت تاخد بالك. الله يبارك عليك يا بنت يا فاطمه. سيبك بقى دلوقتي من الحاجات دي، بلا فلوس بلا حساب بلا بيع بلا شراء. خليكي معايا انا. بقولك ايه، غمضي عينك كده. وانا غمض عيني ليه وانا بكلمك يا بنت؟ بس غمضي عيني. مانيش مغمضه عيني يا عمده، ما تقول انت عايز ايه. غمضي عينك بس وهتشوفي. الله، ما قلنا مش هغمض عيني يا عمده، ما تكلمني زي ما بكلمك يا بنت. مش هعمل حاجه من اللي في بالك والله. ايه والنبي، انت هتفضل تتسحلب وتتدحلب لحد ما تعمل اللي في دماغك واللي انت عايزه يا بنت؟ تعمل ايه؟ انا هعمل لك مفاجاه. غمضي.
طب قولوا مقام السايح ما انت عامل حاجة. طب غمضي وهتشوف. ايه ده؟ ايوه تعالي. يلا فتحي بقى. ايه ده؟ ده شبكتك، خدي يا بيت. ده شبكتك؟ ايوه. قولي يا خيبتك يا فاطمه. ايه ده؟ يا نيلتك يا فاطمه. ليه كده؟ ليه؟ وانت مش شايف انت بتديني ايه؟ بقى انا يا عمده تشبكني بحته حاله ما يسواش تلات ابيض. تلات ابيض ايه؟ لا والله ده دهب عيار 21. يعني انت لما رحت عشان تخطب حفيظه جبت لها حلقه زي دي؟ ولا رحت جبت لها كردان تقلي كده عشان تغطي بيه صدريه؟ ورحت جبت لها خلخال عيار 21 عشان تحطه في رجليها المعرقبه المعفنه دي؟ بقاني تعمل معايا كده؟ داني فاطمه اخس عليك يا عمدي، اخس عليك والف اخس. لاني زعلان، زعلاني خالص. لا لا لا، هو انا ما يهونش عليها تزعلي ابدا يا بنت. تفهميني انت مش فهماني، ده مش الشبكه كلها، ده تقديمه بس، وبعد كده اخدك ونروح لاحسنها سايغ تنقي كل اللي على كيفك. ماشي انا هاخده بس عشان من ايدك بس. وديني وما خلاص 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 بقى، يخرب بيت بقك. ايوه كده اضحكي كده. ايوه كده. يوه ايه يا بنت اهمدك؟ ايه ما انت اوعى ايدك يا عمدي. اوعى ايه؟ اوعى ايدك بقول لك. يوه يا بنت استني بس، عايز استغفر الله العظيم يا رب. ما اهدي بس، انا عايز بس اقول لك غمضي بقك يا عمده. مش هغبط حاجه. يوه غمضي بس، عايزك ما تبطل سهواتي بقى يا راجل. قول لي استغفر الله العظيم يا رب. يا بنت مش كده يا بنت، فرحتنا على الفاضي يا بنت. انا مش على بعضي. انا يوه انا ماني على بعضك ولا مش على بعضك؟ قلت لك لما تتقفل علينا بيت واحد نبقى نعمل اللي انت عايزه. يعني كده هتسمعي الناس وتعدي صوتك وتلم علينا الناس؟ ايوه. وابعد ايدك عني، دي اللي عايزه اقطعها يا عمده بدل ما صوتها لم عليك. خلاص 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 هبعد ايدي اهو، مش بايدي. تعالي بقى. بقول لك ابعد يا عبد الله. يا بنت اهمدي بقى، افهميني بقى. مانيش فاهمه حاجه. بقول لك مش فاهمه. استغفر الله العظيم يا رب. تعبان. ابعد عني. انا تعبان. انا بقول لك تعبان. انت مش حاسه بيا ليه؟ حس بيا. هوي يا عمده اللي جوا. يا ابوي اطلع يا ابوي، ما تلبسناش تراب. لا اله الا الله. هو يا اللي جوا. روح روح افتح الباب، روح افتح الباب. مين يا ابوي؟ موضوع ايه ده؟ حكايتي لي يا ابوي. لا اله الا الله، في ايه بس يا شيخ محمود؟ لمم علينا الناس ليه يا شيخ محمود؟ خلي الراجل العديم الدين اللي حداك ده يا فاطمه يطلع برا. استغفر ربك، استغفر ربك يا شيخ محمود. بقى انت تظن فيا الظن ده؟ أني يطلع مني كده؟ أنت تعرف عني كده يا شيخ محمود؟ لا ما يطلعش منك يا فاطمة، لكن يطلع منه، أني عارفه. استهدى بالله، استهدى بالله، لا 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 يسيئك. تعال بس وادخل جوه وأنا هفهمك على كل حاجة. عشان خاطري يا شيخ محمود، استهدى بالله كده. استهدى بالله كده، ما تجرسناش وسط الناس. تعال، تعال وراي. فيه ايه يا زفت انت؟ ايه الفضايح اللي انت عاملها دي؟ انا برضو اللي عامل الفضايح. امال ايه يا جان دي؟ هيا جان. لا مين للناس يعني عمال تخبط وتجعر؟ فيه ايه؟ فيه ان وضعكم كده غلط. قعدتك معاها ما تصحش ولا تجوز. قعدت ايه يا اخوي؟ وضع ايه يا حبيبي؟ اديك دخلت اهو، شفت ايه؟ بص كده عروستي وبجهزها، وانت كمان جيت وانا لسه بجهزها. ده انت جيت في الوقت المنافس يا عمده. عايزين نقفل على الفضايح دي، الناس ملمومه بره. لو سمحت اطلع. يا سلام يا سلام، يعني انت لامم للناس بره وعايز تطلعني في وسطهم بالمنظر ده؟ طب يمين بالله لو ما خدتهم وغرته في داهيه لا يكون لي معاك كلام تاني. استهدى بالله بس يا عمده، استهدى بالله. فيه ايه بس يا شيخ محمود؟ ما انت دخلت وشفت كل حاجه بنفسك اهو، وما فيش اي حاجه غلط. شيخ ايه؟ ده مش شيخ ولا نيله، ده واحد هربان من بلدهم، باين انه مجرم ولا سارق له قتيل وجاي الدار هنا. شيخ ايه وزفت ايه؟ تمام تمام يا حضره العمده. انا لا شيخ ولا يحزنون. يا اخي اعتبرني راجل غيران على دينه وما يلدش عليه الحرام. حرام؟
حرام ايه يا شيخ محمود؟ حرام عليك انت لما تظن فيا الظن ده. ده ليه ما يطلعش مني العيبه؟ ايوه ما تطلعش منك العيبه يا فاطمه، لكن تطلع منه. لكن تطلع انت بره وتلم الحوش دول وتغوره في داهيه. امشي يالا. وما مشيتش يعني؟ اما مشيتش طب اهو هخليهم يشيلوك مرابعه. يا لهوي بالي، يا لهوي بالي. استهدى بالله يا عمده، استهدى بالله، دي ساعة شيطان وهتروح لحالها. أحب على إيدك امشي يا شيخ محمود، أحب على إيدك امشي، امشي دي ساعة شيطان، امشي عشان خاطري، امشي والنبي. أعوذ بالله، فور دم الله يحرق دمه. روحوا اقفلوا الباب. من يوم ما مات ابويا واني لا روحت لا يمين ولا شمال. كنت لما اشوف القطر جاي بيرمح من بعيد والتاني وفاطني استمنى نبقى جواي عشان نخرج بره الكهف نشوف فيه ايه. طلع الدنيا تانية، ده لساك متقدر يا ابو العلا. ده انا جايبك هنا يا اخويا عشان تفك على نفسك وتراوي. بس فضفض يا اخويا وقول اللي في قلبك. ده انت تتكلم وياه كانك بتتكلم مع نفسك يا ابو العلا. أني صعبان على نفسي قوي. إزاي سكت وسلمت باللي حصل كده؟ إزاي أبقى راجل قدام نفسي؟ قلبي قايد نار ومش عايز يهدي. نفسي أشوف اليوم والساعة اللي أزل فيها عتمان دي. الثانية اللي أبص جوه نين عينيه وأني بزل. حتى إن كان فيها موتي. بعد الشر عليك يا اخويا، بس هيحصل وحياتك عندي لا يحصل، واخليك عمدة الكفر اللي تنده، واخليك كمان تحط مداسك في حنك اجعصها واحد فيك يا كافر. بس الصبر يا اخويا، الصبر. انا اجيب منين الصبر دي يا استراوي؟ اصبر وانت تنول اللي في بالك. اصبر يا ابو العالم، ده انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. زمان وانا صغيره لما كنت بتشتغل مع ابويا بالنفر في الارض، لما كنت بشوفك كان قلبي بيدوم. اي والله كان بيدوم، كان بيدوم قوي. بس كمان كنت بقدر لما كنت بشوفك واقف مع فاطمه. عارف ليه انا اتجوزت واحد اكبر مني وغني؟ عشان اخرج بره البلد ومش فاكش متجوز واحده غيري. بس حتى وانا بعيد ما كنتش بتروح عن بالي. يلا الهي ما يرجعها ايام. خلاص يا ابو العيله، فاطمة اتاخدت منك وبقت لغيرك. فكر في نفسك وعيش الدنيا، ده القدر والنصيب. تتجوزيني يا راوي؟ يا دي الناس، اطلع اولعلك في الناس عشان تعرفي ان مفيش ناس. جرى ايه يا عمده؟ وبعدين ما احنا الغلط ركبنا من ساسنا لراسنه والناس مش غلطانين. انا كنت عايزاك تمشي يعني عشان انا بصراحه عايزه اريح شويه. ايوه امال ايه؟ تعبت من كتر اللف والدوران في مصر. ماشي انا همشي، مش عشان الناس، لا عشان انت اللي قلتي.
بس قبل ما امشي بقى يعني ما فيش بوسه كده ولا كده؟ يوه يا عمده عليك يا ساتر يا رب، اما انت عليك شويه حركات. يا مصبر الصبر يا مثبت العقل، كل ما اقول هانت وخلاص قربنا الاقينا بعيدنا. امتى بقى يا بت اغمض وافتح كده الاقيكي جنب مني على السرير؟ كله باوانه يا عمده، وبعدين ابقى تصبر بحفيظه. ايه سدت النفس دي؟ قالني يعني كنت ليه عندك طلب. انت تأموري. يعني ينفع تبعتلي البت حمدية يعني تساعدني في تستيف الهدوم اللي جوه دي والحاجات اللي انا جبتها يعني لا تخسر؟ مش معنى حمدية يعني، ما البنات كتير، ابعتلك ايتها بت تاني. اه قول كده بقى، بقى انت خايف لحفيظة تعرف وتقندل عيشتك. لا 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 حفيظة انا ما بخافش من حد. امال ايه اسميه ايه دي؟ في ايه يا بت؟ انت لسه شايلة من ايه؟ ما خلاص مشيتي غلك فيها وانتهينا، لسه قلبك اسود؟ لا يا اخويا انا قلبي مش اسود، انا بس كنت عايزه اجيبها هنا يعني عشان عايزه اعرفها مقامها بالمحسوس، عايزاها تفهم ان هي خدامتي وان انا ستها. وبعدين ما تخافش انا مش هعملها وحش، لا ده انا هعملها احسن معامله عشان خاطرك انت يا عمده، ولو جت اشتكت لك مني يبقى لك حق عندي، بس انت سايق عليك النبي تبعتها لي عشان خاطر فطومه. هبعت لك واحده تاني. يوه أماني بطلب منك الطلبات دي كلها من قبل الجواز بتقولي لا، أمال بعد الجواز هتعمل فيا إيه أمال؟ أنت بس اتجوزيني وشوف أنا هعمل فيكي إيه يا بنت. يوه يا عمده، هو إحنا اللي هنعيده هنزيده عشان خاطري لازعل منك؟ هزعل والله. خلاص خلاص قلتي إمتى هالفاضي؟ ورحت مطلع الفرفر وقلت له اسمع يا جدع، انت انت لو ما اتكشحتش من قدامي دلوقتي حالا انا حديك بالكف على وشك. قام خاف ومشي. الله الله يا سلام عليك يا عمدي. ايه ما هو برضه راجل سيم اعوذ بالله من عباده يا عمدي. بس برضه البت فاطمه ما سكتتلوش، قالت له انت مالك انت وانت ايه يعني انت تكون ده يعني واحده وخطيبها وقاعدين مع بعضيهم وبيحبوا بعض وانت مالك انت؟ حرام ايه وحلال ايه؟ امشي يا راجل انت. يا سلام يا سلام، بقى فاطمه قالت لي امشي يا راجل انت. البنت بينها وحبيتني يا مبروك. والله العظيم انا خوفي من فاطمه دي اكتر من خوفي. بس 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 انا مش فاهم انت ليه قرش ملحتها كده. والله يا عمده لا قرش ولا بالح، دي اساسا هدت حيلي في المشوار اللي انت بعتني معاها فيه دي. شيل يا مبروك، حط يا مبروك، حمل على العربية الكرو يا مبروك، بتبارك بك يا مبروك يا عمدة. ده أنا مش قادر أقف على حالي ولا قادر أصل بطولي يا مين بالله العظيم، لولا المعاد اللي بيني وبينك دي ما قمت من فرشتي غير بعد صلاة العشاء. أيوة أيوة بقى أقول كده، أنا كده بقى فهمت أنت بتقول كده ليه. فهمت طبعا. إيه إيه ودي يا واد يا بنت أنت إيه تروحين على فين كده؟ مروحين يا عمدة. هو رايح على الدار، أنا رايحة للست حفيظة عايزاني. عايزني في حاجة يا عمدة؟ بعدين بعدين يبقى روح لستك حفيظه، دلوقتي تروحي على ستك فاطمه عشان عايزاك. تقصد ستها حفيظه يا حضره العمده؟ ستها فاطمه يا غبي. ست فاطمه؟ ايوه ستك فاطمه. واسمعي يا بنت انت، عارفه لو اشتكت منك تعملي كل اللي هي تقول لك عليه بالكلمه، ولو اشتكت انا مش هقول لك انا عامل فيك ايه، انت عارفه انا بعمل ايه. ست فاطمه ست فاطمه. عايزها في حاجة يا عمدي؟ في ايه يا بنت مالك؟ ربيكوا اه يا بلد. اللهم انا نستعينك ونستهديك ونثني عليك الخير كله. ربنا انا لا نستطيع ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك. وصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بلغت الأمانة. ونصحت الأمة. وكشفت الغمة. يا من أنذرتنا بيوم عصيب يحاسبنا فيه رب العزة. أيها الإخوة الأحباب، اعلموا وتأكدوا أنكم واقفون بين يدي العزيز القدير.
يوم يمسك الله السماوات السبع بيمينه والأراضين حتى تظهر كالخردلة في يد أحدنا قائلاً: من الذي يقول؟ الله هو الذي يقول: أنا الله، أنا الواحد، أنا الجبار، أنا المتكبر. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فيرد الجميع في ذلة وخضوع لله الواحد القهار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، فأنت نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. تغفر الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أنت بتقول إيه؟ العمدة هو اللي قال لك كده؟ أيوه يا ست حفيظة قال لي، وأنت عارفة بقى جناب العمدة بقى لما بيشيط ويتبت دماغه، محدش يقدر يقف قدامه ويقوله لأ. طيب، روح أنت. حاضر يا ست حفيظة، الست فاطمة يعني. سديتها يا عتمان، الخدامة بنت الخدامين بتعملها ست، بتجيب لها الحرم يختموها. ماشي يا عتمان، إن ما خليت اللي ما يشتري يتفرج عليها ما بقاش أني حفيظة بنت بهاني. بس وامت جايلك على طول يا فاطمة. فاطمة؟ ستك فاطمة يا جزمي. وبعدين انت لما تتكلمي معاي تحطي عينك في الأرض، ما تقيميهاش فيي. الدار زي الطينة، عايزاكي تدخلي على أوضة النوم هتلاقي عندك غسيل تغسليه وتمرشيه كويس، وتطلعي تنشريه فوق السطوح، بعد كده تروحي تملي الزير وتنضفيه وتغسليه وتملي القلل كمان، وبعد كده تطلعي على الزريبة تنكتيها نكت، وبعد ده كله تيجي تسأليني بقى أنا كنت ناسية إيه عشان أقولك تعمليه. وحسك عينك عينك حسك تلطشي حاجة كده ولا كده، ولا حتى تطمعي في حاجة، ساعتها هقطعلك إيدك قطع. يلا يا بيت امشي غوري من هنا. ما تردي يا بنت الكلاب أنت، ولا أمك ضربك بالجزمة على بقك عشان تعرفي تردي وتتكلمي. ايوه فاهمة يا فاطمة، يا ست فاطمة فاهمة فاهمة. وبنتك الجربانة دي تروحي تلقحيها في أي حتة عشان تعرفي تشتغلي بذمة، ولو ما اشتغلتيش أنا هقوم أوريكي الشغل إزاي. فاهمة ولا مش فاهمة؟ ايوه فاهمة. يا أهلا وسهلا، يا أهلا أهلا، يا أهلا يا ست فهيمة. ازيك يا فاطمة؟ نحمده ونشكر فضله. اتفضلي يا ست، والنبي دي خطوه عزيزي، والنبي ومن نبى النبي نبي، النور زاد نور. ايوه يا اختي، خديني بالكلام الهايش خديني. ليه كده بس؟ اها، مش تيجي تسالي عليا وتشوفني اخباري ايه وانتي عامله ايه؟ عارفه يا بنت الكلاب انتي لو وقعتي قله من اللي في ايدك دول كسرتيهم، لهقوم اطين عيشتك واكسر لك وسطك المحلول ده، جاتكوا البلاوي في اشكالكوا الزفت. بتسأليني يا اختي على اخباري؟ ده انت لو لفتي بس لفه في البلد كده هتعرفي اخباري كلها. هي البلد ليها سيره الا سيرتي، فاطمه عملت، فاطمه سوت، فاطمه نيلت ايه في ايامها السودي، بلا خيبه. اهو النبي يا فاطمه، ده انت شايله بقى من الاهل البلد وناسها، ليه كده بس يا فاطمه؟ هيكون ليه يعني يا ست فهيمه؟ ما انت شايفه اللي بيحصل ولا ايه؟ شايفه اللي بيحصل. الا قوليلي انت بتعملي كده ليه مع البت حمديه؟
عشان ظلمتني. بصراحة هي بنت ساو وعملها اسود. ظلمتني وقالت عليا كلام ما ينقال، مع اني والله العظيم ثلاثة كنت بعملها زي اختي واكتر، وعمري ما دوست لها على طرف. انت ناوية على ايه كده بصراحة يا فاطمة؟ ناوية اخد حقي، هاخد حقي وبس. نفسي الناس دول يعرفوا حاجة واحدة، إن الدنيا دوارة، واللي النهاردة بيتبهدل ويداس عليه بالجزم ممكن بكرة يبقى عالي وفوق ويدوس على كل اللي ظلموه بأوسخ جزمة في رجله. بس هو ده اللي أنا عايزة أعلمه له، بس يكشهم ما يفهموا. اوعي يا بنتي يا فاطمة، النار اللي انت عايزة تقيديها يا بنتي تحرقك. شوفي يا بنتي يا حنان، أنا خلاص جهزت الدار من مجاميعه، أنت بس هتقولي آه وأني والدار هنبقى ملك إيديكي. خلاص يبقى تروح لست راوي تقول لي. دهدي؟ هو أنا هخطبك من راوي ولا إيه؟ أيوه يا أخويا تخطبني من ست راوي. هي ست راوي اللي هتعمل لي وزن وتمن وياك يا حسان. يا بنت وزنك وتمنك فوق راسي، أنت تتقلي بالذهب، بس أنا مش هروح أخطبك من راوي. ماليش دعوة بقى، أنا قلت اللي عندي وخلاص. طب استني بس أما أقول. إيه دي؟ أوعى إيدك يا يا لهوي بقى، أنت بتمسك إيدي كده قدام الناس عيني عينك؟ يا بنت هقول لك. أوعى يا أخويا، فات حد شافنا يقول علينا إيه؟ أوعى يا حنان، يا دي النيلة. أوعى يا أخويا. إيه ده؟ اتبطي طيب، خلاص اتهمتيني في قضية، ناس إيه اللي شايفاني؟ أيوه الناس ماشية جاية أهي. دي حمار ماشي لوحده. خلاص هروح للست راوي عشان خاطرك أنتِ بس. أيوه كده تعيدي بس. أوعى يا دي، يا لهوي يا لهوي، أصوت وألم الناس عليك يا حسن. يا بنتي بطل يا لهوي، الحقوا علي يا لهوي. يا بنتي تعالي يا دنيلي. لهوي بالي عليك يا حسن، انت ايه؟ انت ايدك دي ايه مرزبه؟ جرى ايه يا وليه اللي تنشك في ايدك انت؟ ان شاء الله تنشل يا رب وينقطع حسك من الدنيا. احنا هنفضل يا اختي كل ده قاعدين في حته الصغيره دي؟ ما تنجزي نفسك وتشهلي كده. اهلا يا حفيظي. اسمها يا ست حفيظ. تعالي يا بنت كنسي الوسخه اللي تحت الوليه اللي واقفه دي. هو انت مين يا اختي اللي سدتك ان شاء الله؟ انا مش هرد عليكي دلوقتي، لكن قولي لي يا فهيمه، انت ايه اللي جايبك هنا يا اختي؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا اروح واجي زي ما انا عايزه، ولا عايزاك ياخد الاذن منك؟ ايوه قوليلي قوليلي، ان انتوا عاملين رباطيه عليا هنا. رباطيه؟ رباطيه على مين يا وليه يا خرفانه انت؟ روحي يلا نجري اعمل لنا كوبايتين الشاي اللي قلتلك عليهم يا وليه. انت اعمل لك شاي؟ انا بقولك انجري روحي، وعلى الله تيجي في ايدك كوباية تالتي هخلي يومك يوم اسود منيل بستين نيلة. انت فاهمة ولا لا؟ كوبايتين اتنين، كوباية لستك فاطمة وكوباية لستك فهيمة. انت سامعة ولا لا؟ الولية دي ملهاش ذات في الدار دي. تطلع يا بنت يا حمدية على دار العمدة، واللي يقولك تروحي ولا تيجي ما تسمعيلوش كلمة. طب خليها بس كده تجرب وتعتب عدمة الدار دي، وديني وما أعبد لا يكون آخر يوم في أيامها اللي بيطلع لها حفيظة دي. أنت ما سمعتيش أنا قلت إيه يا ولية؟ ما تنجري تروحي على هناك. والنعمة سامعاكي، إنما أنتي سامعاهي؟ تروحي تعملي كوبايتين الشاي زي ما قلتلك أحسن لك. أنتي بتدخلي لي في دور عندي وكده يا فاطمة؟ أنتي مين أنتي عشان أدخلك في دور عندي ولا كده؟ أنتي هتعملي علينا واحدة يا ولية يا خرفانة أنتي. انت الظاهر ان ناقصك ربايه، وانا اللي هربيكي من اول وانتيك. يا بنت يا بنت يا سنين كلمه انت. انا ده انا ستك يا جزمه. يلا يا وش الجزمه اهدري، هفرح بكلمه امك. الحقوني الحقوني. الحقوكي، محدش هيجيتك من ايدي يا وليه يا خرفانه. انا خرفانه يا بنت الكلب يا جزمه. وديني وما اعبد كلمه كمان تشتميني بيها لاكون قطعلك لسانك من لغليهو. ما تقصدش يا فاطمه، خلاص بقى يا لهوي الحقونا يا ناس. الحقونا يا جزم جزم، داني حمار ما تعيشت اللي جابوكي يا بنت الكلب. يا بنت الكلب اخرسي يا وليه يا خرفانه. الحقني يا عدمان، هتموتني يا عدمان. الحقني يا حافظه هتموتني. شيلي راكبه. خدي يا وليه يا بنت الكلب من هنا، خدي بنتك الجربانه معاكي. كلوا بعض. عارفه يا حفيظه؟ عارفه انا هخلي ايامك كلها
سودة بحق الذل اللي زلتيهولي وديني وما اعبد وشعري ده ما يبقى عرمره لو ما خليتك تدوري وتلفي في البلد كله وتقولي حقي في رقبتي زي المجازين وديني وما اعبد محاسبك يا حفيظ. الحوالي خدوني يا ناس خدوني يا عثمان حفيظه هتموتني. بس لو اعرف بس ايه اللي مزعلك قوي كده. ايه مش زعلان؟ انت كل ساعه والتانيه هتساليني السؤال دي. لا زعلان يا ابو العيله وانا عارفه انك زعلان. خلاص يا ستي انا زعلان، زعلان من نفسي. ممكن تسيبيني شويه؟ طب لازمته ايه بس الهم والنكد ده؟ ده انا خلاص بعت اتفق مع المأذون. بجد يا روي والنبي ومقام السايح. ايوه يا ابو العيلة خلاص هنتجوز. بيتي يا حنان. نعم ايه؟ روحي يا بيت خدي العيال غديهم وحميهم وبعد كده تنزلي على السوق وتشتري لهم هدمتين جداد خليهم كده يفرحوا ويزقططوا. عيني امسك يا ابو العيلة. ايه دول؟ امسك بس. لا انا مش ماسك حاجة الا لما اعرف دول ايه. عايزك تنزل تشتري جلابيتين جداد وتشتري كمان لسة حرير وتروح للمزاين. لا ده المزاين هو اللي يجي لك. عايزك كده تتوضب وتفرح. ده انت عريس والليلة ليلتك. امسك بقى امسك. ماشي. بس الاول وشرط اخره نور. ماشي؟ ناخد الفلوس دي وعليها الفلوس اللي انت بعتي حنان تشتري الهدوم للاولاد وكل الفلوس اللي انت عطيهم لي من قبل كده كلتها دين علي سلف ودين يا راوي. ست منتهي. ايوه هي روح انت بقى وضب نفسك يلا يلا يا راجل. ماشي. انا من بكره اشد مكتوب للاوقات يبعتوا لنا شيخ غيره. ايه امال ايه؟ هي خلاص الحكايه بقت مشاع كل واحد صلى له ركعتين ولا حفظ له كلمتين يعمل لي شيخ. والله عندك حق يا عم. انا غلطان ان انا ما عملتش حساب اليوم ده من الاول. ما انا قلت لك من زمان يا عثمان. فاني سفيه انا سفيه. ماشي يا شيخ محروق اما وريتك. عايزني اقول لك ايه يا عمد؟ اقول لك ايه وانا شايفك عمال تلوم في نفسك وتقتت فيه؟ اقول لك يا عمد ما هو انت اللي قويت شوكته لغايه ما رفع شوكته دي في وشك؟ ولا فكرك باللي انا قلته لك زمان يا عثمان لما قلت لك ما تمكنوش من المنبر ولا انه يخطب في الناس وايه اللي هيقلبهم عليك؟ اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ خلاص بقى يا مبروك وانت لسه هتقول وتعيد ما انت هريني ولا يا اخي هي نظرك انت كمان. يعني اسم العمدة فين تراخر؟ الست حفيظي قلب عليك الدنيا عادي. اخوها السيد قاعد عندكم في الدوار وعايزك بالعجل. ليه حصل ايه؟ اصل عدم المؤاخذه يعني الست حفيظي حبت تزيل للبيت الست فاطمه وتجيب مراخيرها الارض. قوم الست فاطمه هي اللي جابت مراخير الست حفيظي الارض. قامت الست حفيظي جابت مراخيرها من على الارض وراحت بيها لاخوها السيد واخوها السيد حكم رايه يحشر رخر مراخيره في الموضوع وعاوزين حضرتك تتدخل وتحشر مراخيرك رخر في الموضوع. ايه الرشح ده كله؟ ايه دي اخبارك زي الزفت؟ بقول لك ايه روح دور عليا في حته تاني. اروح ادور فين يعني؟ شوفني عند زينات الحلاق ما لقيتنيش هناك هتلاقيني هنا. حاضر يلا. ما تهم بقى انت التاني تخلص التحويجه دي عشان نكتب الجواب. خلص اهي.
القهوة يا بنت يا حنان. يا أهلا يا حضرة المأمور خطوة عزيزة، اتفضل. يا أهلا وسهلا. انتي نسيتينا خالص. معاش اللي ينساك يا باشا. أصلا أنا سمعت كلام كده فقلت أجي أتأكد نفسي. خير إن شاء الله. سمعت إيه؟ سمعت إنك هتتجوزي الواد الفلاح التلفان ده اللي اسمه أبو العيلة. أيوه هتجوزه. ودخلتي الليلة. والله عملت طيب، صدقني كنت هقول لك انت لازم تتجوزي عشان ما فيش حد يتكلم عليكي، وانت اخترتي صح، وابو العيله برضه في ايدينا. لو انت تقصد ايه يا سعاده الباشا؟ اقصد اللي انت فهمتيه بالظبط. لا حيلك حيلك، التلبيخ اللي انت بتلبخه ده يا راجل. ايه في ايه مالك؟ ما تحترم حرمه البيت اللي انت فيه يا راجل، وبعدين لا مؤاخذه بقى، راجل البيت يا اخويا مش موجود، لما يبقى يجي ابقى تعال، ويا ريت ما تجيش خالص. الكلام ده ليه انا؟ لو انت شايف حد تاني متبجع غيرك؟ واضح بقى انك انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل ايه. على فكره لا خد بالك بقى يا مأمور البلد، انا يا اخويا غير كل البلد، انا راويه، راويه اللي تعرف كويس قوي البلد دي يا اخويا ماشيه ازاي، وتعرف كويس قوي قبل ما تخطي خطوه رجلها رايحه فين وجايه منين. اوعى تكون يا اخويا فاكر ان انت لما تيجي تهددني وتحمر لي عينيك هخاف واكش يا اختي. يم 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 اتفضل اتفضل اطلع بره، اتفضل اطلع بره. مين ده يا راوية؟ ده الزفت مأمور المركز. أنا عارفاه، أنا شفته قبل كده، أنا متأكدة. واسمه إيه حضرة البيل مأمور الأمور ده؟ العني يا عمدي، العني يا عمدي، العني يا عمدي. إيه في إيه مالك؟ أنا يا عمدي كرامتي يا عمدي اتمرمطت واتمرمطت وتهنت آخر إهاني. إيه من مين؟ من حفيزي. ومال هيكون يعني من مين؟ جات لي لحد داري يا حضرة العمدي وراحت ماسكة مداسه وبدياني بيها على دماغي قصاد خدامتي. الله يجيلك طاعون يكون ذكر يا حفيزة. بقولك إيه يا عمدي؟ يمين بالله تلاتة، إن ما جبت لي حقي منها تلت ومتلت لكون مولعة في نفسي وممسي دي السايح أولع في نفسي يا عمدي ومالكش عندي جواز. شوف يا عمدي، شوف عملت ايه في بقي يا عمدي، شوف أيوة. دي عضتني في رجلي كمان. طب بص رجلي، بص عضتني ازاي. بس يا بنت اختشي غطي. بقولك ايه يا عمدي، الست دي لازم تفهم انني كرامتي من كرامتك. ايوه امال ايه. الهي ينتقم منك يا حفيظ، ده لا نافع معها دوعه ولا عديت ياسين حتى. بقولك ايه يا عمدي، انت كانت عايزه تخرق لي عيني حتى. شوف والله العظيم كانت عايزه تخرق لي عيني، عايزاني اعيش عوري عشان انت تروح يا عمدي تدور لك على عروسه تانيه. الله يجيلك هم في قلبك يا حفيظه، تقولي اه يا قلبي يقوم كبدك يقع، تقولي اه يا كبدي مصارينك تتبهدل، تقولي اه يا مصاري انا هجيب لك حق. ايوه ازاي، هتعمل ايه هتعمل ايه؟ هكمل دوعه لما مصارينك تقع منك. هو ده اللي انت قدرت عليه؟ انا كنت عارفه، انا كنت عارفه ان انت هتخاف منها يا عمدي وهتجيب وري. انا كنت عارفه، انا كنت عارفه انك تجيبه، ما كنت جافط. بس انا بقى مش هتجوز راجل بيخاف من مراته يا عمدي. اخاف ايه؟ هي صحيح تخوف بس انا ما بخافش. لا 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 يا سبحان الله، الكلام ده عيب يا ست فاطمه. بقول لك ايه يا شيخ مبروك، عندك كلمه كويسه قولها، ما عندكش يبقى تسكت خالص. انت لازم انت تجيب الست دي قدامك وتعرفها ان مقامي من مقامك وان كرامتي من كرامتك يا عمدي. ايوه ايوه انا فاهم. حضره العمدي في ايه انت التاني؟ السيد لسه قاعد في الدوار وايد الدنيا نار. طب روح انت، انا جاي وراه. ايوه 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 قولوا لي كده بقى السيد رايح علشان يجيب حق اخته. واني اني فاطمه الغلباني اللي لا ليها لا اب ولا عم ولا اخ حتى ياخد لها حقها وينصفها على اللي ظلمها. مفيش حد يجي يتكلم مع العم ولا يقول له حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. يا انا امي يا انا، انت رغاي كده ليه؟ لا انا ولا اللي قلت يا فاطمه، خلاص ربنا نصفك بجوازه العمده يا فاطمه اللي هيعمل لك قيمه وسط الخال. منك لله يا حفيظي، لقيت تشك في ايدك يا حفيظي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حفيظي. انت بتبص لي كده ليه يا راجل؟ انت بتبصبص لي يا شيخ مبروك؟ طب وديني ومعبود لاخد عيله للعمدي. يا حضره العمدي الحقني الحقني انا يا حضره العمد. يا خرب بيتك يا حضره العمد. من غير كلام ولا حديد يا عتمان، البيت دي لازم تتخ بالنار علشان ما اسمحش احسيها في البلد بعد كده. تخ بالنار ايه يا سيد؟ هي فرخه، هي كلمه واحده، يا تأدبها وتيجي تحب على رجل ستها حفيظه وتخليها تحت رجليها تخدمها بالامر، يا اما انا هتصرف معاها بمعرفتي. وانت ايه اللي وداكي هناك من اصله؟ يعني بعد كل دي انا اللي غلطاني؟ سيبيني احفظها شويه انا والسيد، عايز اخد ودي معاها في الكلام. مش سايباك يا عتمان. هي شايف يا سيد؟ خلاص يا حفيظه روحي انت دلوقتي، روحي.
اسمع بقى يا سيد، فاطمة دي محدش هواب ناحيتها، أنا بقول لك أهو. تزودتها قوي يا عثمان، والظاهر نسيت مين حفيظة ومين إخواتها وممكن يعملوا إيه. أيوه أيوه صحيح. طب قول لي يا سيد، إيه أخبار تراب الحشيش اللي في مخزن العلف؟ فاكرني مش عارف حاجة؟ ولا فاكرني فاهم إن شوية البهايم اللي بتروح تبيعهم آخر كل موسم في السوق هم دول اللي مخلينك صاحب أرض وفدادين من الشرق للغرب؟ أنا مش أهبل يا سيد، بس برضو أنا صاحب صاحبي وحبيب حبايبي. أنت بتهددني يا عثمان؟ إيه؟ ما أنت لسه مهددنا أهو. شفت بقى إزاي الراجل يتقهر لما يلاقي حد بيهدده وبيصغره؟ اسمع يا سيد، أنا وأنت أصحاب من زمان واللي بينا كتير قوي، ومش هنخسر كل ده ونرميه عشان أختك غيرانة من حتة بيت هتجوزها ليلة وتسعة أشهر. طبع الحريم بقى يا عثمان. أديك قلتها، طبع الحريم، وأنا وأنت بقى مش حريم، نتكلم بقى كلام رجالة. اسمع يا سيد، سيبني أني أراعي شؤون بيتي وأتصرف مع حريمي زي ما أني سايبك تراعي بقى شؤون المخدرات والسلاح والإجرام اللي أنت فيه ده. أنا ما بتدخلش، ده أنا عمال أحاجي عليك واحمي ظهرك واضلل عليك وانت مش عارف. ده انا حتى يا راجل خايف اقول لك خد بالك يا سيد، لا تقول عثمان عايز يفهمني انه عارف كل حاجه وماسك عليا زله. اسمع يا سيد، انا وانت اصحاب من زمان، واختك دي لو كانت عقله ما كانتش راحت قلت قيمتها هناك بالشكل ده. ومن الاخر كده يا سيد، انا هقولها لك، انا هتجوز فاطمه، يعني هتجوز فاطمه، هتبقى دي مراتي ودي مراتي، بس طبعا حفيظه تعلى وتغلى. اعملي شاي يا ست الستات، شاي يا ست حفيظه، اعملي الشاي لسيد الرجاله. العواف زينب. اهلا يا محمد، ازيك يا زينب؟ وحشت امك يا اختي، وانت كمان يا محمد وحشتني قوي قوي. يا مريم وحشتني قوي يا امك. انت كمان يا حبيبه امك. تعال تعالي، ده انا عامله بليله تستاهل فمك. تعال اقعدوا يا عيال. شوف يا محمد، شوف البليله حلوه ازاي. سمي الله. يلا بسم الله. حلوه. يلا يا زنوبة يا قروب، يلا يا اختي. هلا وشفا يا حبيبتي. اوعي يا زينب ما تكونيش بتاكل. بتاكلي يا بنت؟ شاطرة يا حبيبتي. انت بتاكل ولا لا يا محمد؟ بتاكل؟ شاطر يا حبيبتي. خد يلا عشان خاطري. يا اختي يا اختي، هلا وشفا. مطرح ما يسري يمري. هي مش عاجبك البليلة ولا ايه يا واد؟ اخسى عليك اخسى عليك، مش عاجبك عمايل امك. الجلابيه دي صوف انجليزي مش كده يا ابو العيله؟ وانا طول عمري بقول الصوف الانجليزي دي لا يعلى عليه. حلو عليك. ازيك يا فاطمه؟ نسيت ان احنا متحرمين على بعض ولا ايه يا ابو العيلي؟ بس انا مش قادر ابعد عنك. لو يعني سواعي كده بعمل نفسي قد ايه نسيجي، مش مشتاق اشوفك.
ولد امك بنت رعايتي. خلاص يا ابو العيلة، احنا ما بقيناش لبعض، لا انت لي ولا انا ليك. روح لروي. ايوه يا ام عيالي، ما قعدناش لبعض، كيفنا والغاز ما قعدناش لبعض. حسب تقسيم اللي معاهم والايديهم طايله ومستحكمين. فاكره حكاوه الارنب والفيل يا فاطني؟ الكلام ما عادش منه فايده يا ابو العيله. ايوه صحيح، الكلام ما عادش منه فايده ولا البكي، بس العمل بيجي بنتيجه. اوعاكي تنسي اللي حصل لنا ده يا فضل، انا عارف انه واجعك. اوعاكي تداوي الوجع دي وخلي نار وايدي دري عن الناس. ايوه بس خليها ايدي لحد ما خبطرني. حياة كل ضحكة صافية وفرحاني كانت في دارني، وكل ساعة رضي قضيناها وسط عيالني. ماني سايب عتمان ولا أهل الكفر دي إلا ما أخد حقي وحقك وزيادة. دول فرقونا عن بعض، خطفوكي مني. ما تزودش هم، ما تزودش هم يا ابو سيدي. انت مش عارفه انت وحشاني قد ايه. كفايه يا ابو العيله، كفايه كفايه. الله يسيبك. ابو العيله مالك يا بنت مساهمة كده ليه؟ هلا قولي لي يما. أني يعني عايزة أسألك سؤال كده بس وحياة النبي ما تغضبي علي. أني عمري ما أغضب منك ولا عليك يا منارة. ها قولي، كنت عايزة تسألي في إيه؟ طب يعني يما، انت يعني قبل ما تتجوزي ابويا يعني ما استلطفتيش حد كده ولا بصيتيش لحد ابدا؟ وايه يا بنت اللي خلاكي تسالي السؤال ده دلوقتي؟ معرفش يما، او سؤال خطر على بالي وخلاص. شوفي يا عين امك، اني وانا صغيره قد كده كنت ابص الراحة في المرايه أشوف نفسي حلوة وعايقة، أقول لا يمكن أبداً أتجوز حد من الكفر دي. أنا عايزة واد من البندر بيلبس بنطلون وزكيتي، ياخدني معاه مصر أشوف هناك الخير والعز اللي بسمع عنه.
لحد ما اتجوزت ابوكي، وكل اللي كنت بحلم بيه ده راح، وما عادليش غير الكفر، وبقى هو كل اسمتي وعشتي، ولما اموت ان شاء الله هندفن فيه. بعد الشر عليك يام. انما لما جيت انت يا نور عيني حسيت اني انا مش عايزه من الدنيا دي اي حاجه غير انك تبقي قدام عيني كده على طول مبسوطه وفرحانه. انا حبيت ابوك يا مناره عشان كان حنين وبيخاف علي وبيعمل كل اللي بيقدر علي عشان أحبه. يعني اتأخرت يا أبو العيلة؟ معقولة يعني كل ده بتشوف العيال لأمهم؟ ولا أنت يا أبو العيلة اللي بتشوف أمهم على حس العيال؟ معلش معلش يا ابو العيلة، انا شطرتي بقى ان نستاهلك خالص فاطمة دي. لا هتفتكرها ولا تفكر فيها. بس افتكرت وافتكرت حكايته السودة. هو مين ده يا ست منتهى؟ وقال عامل عليكوا باشا ومأمور. المأمور؟ لا احكي لي احكي لي. لا يا حبيبتي، دي حكاية عايزة لها قاعدة نحكي فيها كده ونمخمخ. نمخمخ؟ طب ومال؟ ما احنا كده كده قاعدين مستنيين المأذون. احكي. دي فتحته دي يا حبيبتي ما تتنسيش، ده بسببها اتنقل من الحلمية والقاهرة كلها، بس راح لفين انا ما كنتش عارفة. واديني يا حبيبتي عرفت، هو صحيح يعني شكله اتغير حبتين، انما انا عرفت واتحققت منه. الا قولي لي بقى، وصحيح مراته كانت مرافقة الراجل الكبير ولا لا؟ نجيب بقى يا حبيبتي المقطوع من الاول. الراجل ده بقى اسمه خالد الكاشف، عارفاه؟ ها جربوع اصلا، ده لا عيله ولا اصل ولا فصل يشرف، وهوب اوام اوام بقى ضابط في الداخليه. ها مسك بقى في شرطه الحلميه، وانتي عارفة بقى الحلمي سكن البشوات والبهوات، وقبل ما هيجان الثورة يهدى كان فيه هناك ضابط كبير في الداخلية اسمه سليمان باشا مدكور. الراجل ده بقى كان واصل وإيده طايلة، وكان بإشارة من صبعه الصغير كده يشيل ده ويرفد ده ويسجن ده ويعين ده. ها وبعدين احكي. الراجل الكبير ده بقى كل شوية كان يخلي حد من اللي بيشتغلوا عنده يتجوز لواحدة كده يكون شافها وحلية في عينيه. جناب البيه المأمور بقى بتاعكو ده واحد من العرسان دول. يا حلاوته يا جماله. مش يتنيل بقى على خيبة أهله ويرضى باللي بيرمهوله الراجل الكبير، لا ده حب يعمل فيها عريس وراح للعروسة من ورا الراجل. وعديكي بقى على اللي حصل له، اتمسح بكرامته الأرض، كان هيتشال ويترفض ويسجن ويتلفق له تهمة من دول اللي بيود ورا الشمس. أمسأ بقى عليه أمة لا إله إلا الله، وعشان الوسائط واللي تشفعوا له حبوا يلموا الموضوع ونقلوه مكان بعيد. والفين المكان ده ما كنتش عارفة، وديني يا حبيبتي عرفت. طب قوليلي تاني كده اسم الراجل الكبير اللي عمل فيه كل ده. ما أنا قلتلك يا حبيبتي، بس انتي قوليلي عايزة تعرفي ليه اسمه. يعني اهو من باب المعرفة. اسمه سليمان باشا مدكور. باشة ايه يا ست منتهى؟ ما الباشا وات راحت عليها خلاص. ده انتي غلبانة قوي يا حبيبتي. الباشا باشا والبيه بيه والغلابة غلابة واللمامة المامة طول ما احنا عايشين في البلد دي. لكن انتي قوليلي هو كان عايز منك ايه الجناب المأمور بتاعكو ده؟ سي خالد ده واكل البلد كلها في عبه وعايز ياكلني معاه، طمعان فيا ومطلنيش، بس ايه اديتهم له ميري وملكي. برافو عليك يا بنت، تربيتي انتي. هتقولي لي
بيني وبينك انا كنت قلقانه، انا حبيت فيه عشان احسسه ان انا مش هاممني، بس من جوايا يا اختي كنت مرعوبه. ما تخافيش يا بنت، لو الراجل اللي انا بقول لك عنه ده انبسط محدش هيقدر يزعلك ولا يدوس لك على طرف. ده انت لو عايزاه يقلب البلد كده عليها وطيها هيعمل كده، لا العمده ولا المأمور بذات نفسه يقدر يعمل لك حاجه. ده راجل واصل وايده طايله، بس هو يرضى عننا وينبسط. المأذون ويسي لست العرايس. طب اجري يا حنان روحي شوفي ابو العيله، قومي يا اختي من جنب صاحبتك قولي المأذون جه. يلا بسرعه يا بيت. حاضر. بتحبيه يا خايبه؟ ايوه بحبه، وبحبه قوي كمان. مع السلامه يا فاطمه. يبقى خليني اشوفك يا ابو العيله. انا ما اقدرش ما اشوفكيش، تاني كانت عيني تنامي وينطفي نظري. اتشرع عنك يا اخوي، ان شاء الله اللي يكرهك يا رب. اوافي عليكم. اهلا يا حنان. انا قلت اجي اتعشى معاكي ونقعد نحكي شويه كده. ازيك يا ابو العيله؟ ازيك يا حنان بنت حلال؟ والله كنت لسه على بالي. خلاص يا ابو العيله، خلي العيال معايا وانا هبعتهم لك مع حنان. يلا يا ابو العيله، يلا ايديها وجعتها من كتر الزغط. يلا يا اخوي. مع السلامه يا زينه. اسمعي كلام امي. وانت كمان يا ولد. مع السلامة. تعال يلا يا زينة، تعالي يا حنان. ازيك يا فاطمة؟ هي صحيح راوية بعتت تجيب المأذون؟ ده اني عاملة فتة انما ايه تاكلي صوابعك وراها. ردي عليها يا حنان. ايوه انا سايباها في البيت. يعني خلاص ابو العيله هيكتب على راويه واني هتجوز واحد تاني. وتصلي على النبي امال يا فاطمه، يعني انت ولا هو كنت هتعملوا ايه؟ ادي الله ودي حكمته. وهي ايه حكمته في كده يا حنان؟ حكمته ان العيلين دول يتشردوا من ابوهم وامهم؟ حكمته ان اتطلق من الراجل اللي ماليش غير وظلم وغصبانيه، وان اتجوز واحد تاني اللي عنده رحمه ولا عنده اهل؟ حكمته ان ابو العيله يتجوز راويه؟ ها؟ ده ما كانش حتى يحلم يلمس ايديها ساعه سلام. ايه حكمته في كده يا حنان؟ ردي عليا، ايه حكمته في كده؟ اوعي كلامك يا بت، انت هتكفري ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا خلاص يا حنان عقلي هيشت مني، كل ما اقول لنفسي اهدي يا فاطمه امسكي نفسك يا بنت الاقيني بقيت نار زياده وزياده، وببقى عايزه انحش عدمان وحفيظه والمأمور وراويه وكلهم بسناني اكل. انت عمرك ما كنت كياده ولا غلاويه يا فاطمه. بقيت يا حنان بقيت كده خلاص. ده انا كان قلبي بيتقطع لما كنت بسمع ان حد من اهل البلد عنده وجيع ولا عنده مصيبه. دلوقتي بقيت بفرح. اي والله لما بسمع ان حد عنده مصيبه بفرح، وبقول يا رب زيده كمان وكمان. بشمت فيه يا حنان، بقيت بشمت في كل اهل الكفر. لا هو بس يعني تلاقيكي. تلاقيني ايه؟ أنا ما بقتش أنا بقيت واحدة تانية خالص. أنا خايفة أوي يا حنان، أنا خايفة من نفسي أوي. عارفة يا حنان، يوم ما رحت ضربت حمدية قصاد باب بيتها وقدام أهل البلد كلهم، أنا كنت فرحان والله العظيم، كنت فرحاني وكنت بتنطط من الفرح، وكان نفسي
هتف في وشوش أهل البلد كلهم اللي واقفين يتفرجوا عليه وزلهم زي ما زلتي. وشيطانك غلبك يا فاطمة. وهو لسه ما غلبنيش يا حنان. لسه ما غلبنيش. ايوه سعادتك. ايوه انا بقول لسعادتك احنا عايزين شيخ من الازهر بالحق وحقيقي، يعني يكون راجل متعلم كده ومتنور. يريحنا من الراجل النص كم ده. ده بيقعد يقول كلام ما تفهمش هو بيتكلم غلط ولا بيقول كلام مش صح اصلا. ومدخل الدين في كل حاجه. ايوه سعادتك. ما انا خايف من كده والله. ما احنا في ايام ما يعلم بها الا ربنا. شوف انا بقى خايف كلمه تتنطر كده ولا كده من الكلام اللي بيقوله ده توصل لبتوع مجلس الثوره يطربقوا البلد فوق دماغنا كلنا. ايوه الله ينور على سعادتك والله. هو بس يجي واحنا نشوف كل طلباته هنشيله على كفوف الراح. ايوه امال ده هيجي يعلمنا وينورنا. ايوه بس في اسرع وقت. شاكرين سعادتك. ربنا يخليك لينا. في حفظ الله في حفظ الله. يبقى يوريني بقى الشيخ محروق ده ازاي بقى لا بيخاف من العمده ولا مأمور. ايه ده خالي بغدادي؟ ايه النيله دي؟ ايه اللي جابه دلوقتي؟ يا اهلا اهلا يا الف مرحب. اجري اقعد اعمل قهوه لخالي. نفس عوايدك. انا مش عايز حد يسندني. اسندك ايه يا خال؟ ده انت ما شاء الله يعني اللي يشوفك كده يديك 20 سنه. طب روح يلا نجرب. مين ده لاخوك علوان؟ علوان؟ حاضر. وادي حسان. حسان؟ حسان ده ايه؟ انا لما اقول لك نجرب روح انده لاخوك علوان يبقى تفك رجلك اللي عايز اقطعها دي وتروح تنده لاخوك ولا خلاص ما عادليش كلمه ولا قيمه عندك. ازاي بقى يا خال؟ انت كلامك على راسي من فوق وانت عارف. بس اصل ايه؟ انا عايز افهم انت ليه مش عايز تنادي على اخوك؟ انت مش عارف هو عامل معايا ايه؟ بس عارف كويس قوي عمايلك واصلك وفصلك. يا خالي كويس ان انت جيت. انا كنت هاجي لك عشان اشتكي لك منه. اقعد يا هلا. اقعد يا هلا. لا يا خايب. يا خايب تتهم اخوك بانه سرق ذهب مراتك. تقوي حفيظه على اخوك شقيقك يا عايب يا ناقص. يعني صح برضه ان علوان. اسكت يا هلا ما تكملش. اسكت اسكت ما تفورش دمي. والا هحط العصايه دي في كرشك مش هتخرج خالص. ياد انت محدش هيبقى لك غير اخوك شقيقك يا هلا. يا هلا انت عايز ايه من البلد دي ولا البلد دي عايزه منك ايه؟ البلد دي كلها لو قالت على اخوك انه حرامي المفروض انك تقول لا. اتفضل يا بلحاج. روح يا هلا. روح نادي على سيدك علوان وقول له خالك عايزك في بيت اخوك. من عينيا يا ابو الحاج. انا هروح اقول لسي علوان ان اخوك العوم ده عاوزك في دار خالك. انت ايه النباهه دي يا فرحتي؟ يا فرحتي بغفرك. الله يرضى عليك يا ابو الحاج. انا كده فعلا كل اللي يشوفني يعجم بي. يعجم؟ طب غور بدل ما هو معجمك. امشي. حاضر. شكلك كده مش عاجبك كلامي يا عثمان. اقول لك ايه بس يا خال؟ انتوا على طول كده بتصدقوا علوان وبتكدبوني من واحنا صغيرين. طب والله العظيم يا واد بطل حلفان يا عثمان. بطل حلفان. نار جهنم تشيل زيك مليون. عايزك تهدى كده وتعقل وتتقي الله. انت على طول كده ظالمني يا خال على طول الخط. طب وحياه النعمه؟ طب وحياه النعمه لا تسيح زي البن دوت في نار جهنم. يا واد يا عثمان ده اللي بياكل حق غيره بتبقى نار قايده في جوفه يوم القيامه وعذاب ربنا اليم. احنا خايفين عليك كلنا. ايوه ايوه بقى هي الحكايه كده. لا انا ما كانش حق حد يا خال. ايه ده؟ ايه ده؟ امال خلينا نعرف نتكلم. لا الا الحرام. انا ما كانش حق حد ومحدش هياخد مني حاجه. كانوا بيقولوا ايه يا حسان؟ ما تعرفش؟
ايه؟ واني يعني هعرف منين برضك يا سي علوان؟ اني اصل زي ما تقول كده كنت واقف بعيد حبتين، فيعني ما سمعتهمش خالص خالص، وهم بيقولوا ان العمدي لطش الورث بتاعك. ايوه، وانك انت لك حق في الورث، وبرضك زي ما تقول كده حسهم كان واطي واطي واطي. وبرضك ما خدتش بالي من العمدي وهو بيحلف انك لما تشوف حلمة ودنك مش هتطول قشاي، وانك انت اللي طبعا في املاكه دي كلها اللي هو عملها بعرق جبينه. ده كمان بيماطل مع خلك يا علوان. اللي يكذب على اللي خلقه يكذب ويماطل على اي حد يا فهيمه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا يا حسان قوم. يلا 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 بينا. يلا سي علوان. بقول لك ايه يا ست فهيمه، الله يرضى عليك، ما تخليش سي علوان يقعد يقول لي العمده كان بيقول ايه وما بيقولش ايه وابصر ايه وما ادرك ايه. ما يصحش كده، لو فاكر انني هقول له ان العمده حلف بكل الايمانات انه لو اتنطط تنطيط كده مش هيطول قشاي ولا حته عتبيه من البيت ولا حتى شبر من الارض، ايه امال ايه؟ انا مش معقول هقعد اتلصص واتجسس على العمده في كل وقت، قولوا الا كده. ماشي يا حسان، انت اللي عندك الحق والمستحق يا رب. يلا اطلعي يا بنت وخدي الباب في ايدك وانتي خارجة. خدي يا ابو العيلة، كل يا حبيبي. شبعين. ملك يا ابو العيلة، انت مش مبسوط ولا ايه يا راجل؟ مش مبسوط ازاي؟ من الكلام ده يا ست راوية. ست راوية؟ ده انت اللي سيدي وتاج راسي. بص يا ابو العيلة، انت خلاص يا اخويا بقيت راجل، وانا وانت بقينا واحد، يعني اللي تشاور عليه كده تنوله من غير اي كلمة. ان شاء الله حتى يا اخويا تطلب لبن العصفور. ده انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا ابو العيلة. وانت كمان يا راوية، غلاوتك عندي ملهاش وصف ولا حدود. انت زي ما بيقولوا كده طوق النجاة. طوق النجاة؟ يوم مال القشة اللي بتنجي الغريب. حكماني كنت غرقان غرقان خالص. ألف بعد الشر عليك يا حبيبي من الغرق، إن شاء الله يا أخويا اللي بيكرهوك. تعرف يا أبو العيلة، أنا ليلة امبارح أول مرة في حياتي أحس إني اتجوزت. آه، أنا النهاردة عروسة ودي صباحياتي اللي كنت بحلم بيها من زمان، من وأنا صغيرة. أنا بحبك قوي يا أبو العيلة، أكتر من أي حاجة في الدنيا. في إيه يا راجل؟ ما تقول أي حاجة حلوة. أقول إيه يعني؟ هو فيه كلام ينحكي ولا ينروي بعد اللي انت قلتيه دي؟ يا اخويا اقول اي حاجه. هو انت يعني ما كنتش بتقول كلمه كده ولا كده لفاطمه؟ فاطمه خلاص كل حي راح لحاله، موال وقفلناه. اسمع بقى يا خال، علوان ملوش حاجة عندي، وأنا بقول قدامه أهو وأعلى مفخله وركبه، وبقول كمان لو حد هوب من قصبة في أرضي أنا هطخه بالنار. هو إيه؟ عايزين تاكلوني حي ولا إيه؟ إيه اللي بتقوله ده يا ولد؟ أنت اتجننت؟ اسمع بقى يا خال، أنت من ساعة ما جيت وأنا عمال أسمع لك، وأنت الصراحة بتقول كلام لا يودي ولا يجيب، واللي أنا فهمته إن أنت بتبخها ويا علوان، وهو لعب في دماغك. حنش لما ياكل جسمك ما يخلي فيك نسيره يا وسخ. انا مطبخها معاه واكل عقلي. طب اسمع بقى يا عثمان، علوان هياخد حقه هذا والا والله يمين على يمينك ما هو واخد مني مليم احمر. الموضوع ده انا خلصت منه خالص وقفلته من زمان، وشوف بقى انت وراك ايه عشان انا مش فاضي الصراحه. انت بتكرشني من دارك يا عثمان؟ يعني حاجه زي كده، افهمها زي ما انت عايز. خص عليك يا ناقص،
وانت يا علوان احمد ربنا وبوس ايدك وشه وقفه ان انا ما بلغتش عنك المركز انت ومراتك في اللي انتوا لهفتوه وعملت برضو حساب للاخوه والاخويه. خلاص يا عتمان كده يبقى انت لا اخويا ولا اعرفك. واني بقول لك اهو عايزك تسمعني كويس، اذا كنت تاني مستحملك لاجل خاطر ابويا الحاج الله يرحمه ووصيته فاني بقول لك ان مش سعادي انا يتيم الاب والام ووحيد كمان. واذا كنت انت بتقول ان انا ملياش حق عندك انا بقى بقول لك ان ليا حق وهاخده يعني هاخده. واذا كنت انت برضك بتقول ان اللي يقرب قصبه من ارضك تطخ وتخلص انا بقى عايزك تعرف كويس ان اللي ياخد حقي اشويه على نار هاديه لحد ما لحمه يزنهر قدامي يا عمده البلد دي. سمعتي؟ شفتي؟ طبعا سمعتي وشفتي. ايوه عشان تعرف ان انا عندي حق. انا عندي حق ولا لا؟ انا عندي حق. اوعي تقولي لا، انا عندي حق في كل اللي قلته. ويا ما قلتلي لازم اجيب حته عيل عشان اللي بيحصل ده او حصل اهو من قبل ما اجيب الواد. انا قلتلك لازم اجيب واد ليا وليكي. انت مش فاهم حاجه. هتسيبيني لما تشوي؟ بيقول لي هشوفك لما تظهر نهار. هتشوي وهزنهر. يا اخويا هنزنهر يا حفيظ، هنزنهر انا وانت. يا اخويا انت اللي هتزنهر لوحدك. انتوا اخوات في بعض وانتوا حر في بعض. وهدي نفسك كده هيجرى لك حاجه. اهدي ايه؟ بيقول لي هشوفك وتزنهر. يعني انت مش همك الكلام ده؟ يا اخويا هاممني بس. ما انا قلت من زمان انت اللي حنين ومهاود كده. هيركبوك، شد عليهم شويه مش كده؟ هو النهارده كام في الشهر؟ يعني يجي اخره كده. حلو. وادي حسان. يا حسان تعالي انت هاني. ايه ده انت إيه؟ رايحه فين بقشاربي؟ ما هو اشاربي اللي عطشهولي حضرتك كان اشاربك وعطيتهولي في العيد اللي فات، ووعدتيني قلتلي العيد اللي جاي هديك الاحمر اخوه. اني قلتلك كده؟ ايوه انا يعني هاخده من دولابك قوه واستقدار. نسيت رايحه فين؟ اني قرصت الجلي ونظفت الزريبي واكلت البهايم. حمشي بقى. ايوه رايحه فين؟ اني هقولك بس وحياد سيدي السايح ما تضايقي نفسك ولا تقهري روحك ولا تقولي لي لا ما تروحيش. اني رايحه للست فاطمه. ما انا ما اقدرش اقول لها لا، انت عارفاه شبشبها قد كده وانا اتلسوحت منه كتير. وامانة عليكي ما تقولي لها ان انا قلت لك زي ما انا هقول لها ان انا ما قلتلكيش. اروح؟ روحي روحي بدل ما اخد اشاربي منك. لا على ايه لو مزعلك اخليه. روحي. جاي جاي جاي. يا اهلا وسهلا خطوة عزيزي. اهلا يا باشا. على فين يا عمده؟ انا كنت عايزك. خير؟ يعني موضوع مهم يعني ما ينفعش يتاجل؟ لا ما ينفعش يتاجل، انا اسف. وما قلتليش ليه يا زفت انت من ساعه ما شفته ما جيتش قلتلي ليه؟ وكان بينايل ايه عندها ابو العيله دي؟ طب غور غور باخبارك اللي زي وشك دي. اهلا يا باشا يا مرحبا. خد يا واد يا غفير انت، خد تعالى هنا. تروح دلوقتي حالا تجيب لي الزفت اللي اسمه ابو العيله دي. احنا مش هنخلص بقى من الحكايه دي ولا ايه؟ يلا غور. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك. الشاي يا ولد. الشاي بصوره. اتفضل يا باشا. اهلا اهلا خطوه عزيزي. اتفضل جنابك. ايه خير؟ قول لي انت الاول يا عمده، ايه حكايه الواد ابو العيله ده؟ عمل حاجه تانية ولا ايه؟ ايه بيلعب في معاميعي بعيد عنك. هاريلي كبدتي. بس سيبك جنبك من الحكاية دي، مشغلش بالك بيه. أنا هعرف إزاي أخليه ينبط. سعادتك كنت عايزني في حاجة بس أنا يعني مشغول حبتين يعني وعندي مشاوير كده مهمة يعني. خير؟ مش خير يا عمدة. المرة اللي اسمها رجوة دي مش خير أبدا. لازم تتقدم. بقول لك كده من الأول قلت اطلعوا من البال. عندك حق يا عمدة، أنا كنت غلطان. بس أنا مش عايزها تبات في بيتها الليلة. دي حاجة بسيطة قوي. وتبوس الأيادي وتتزل. ودي حاجة سهلة برضو خالص. بس هي يعني عملت ايه عشان ابقى فاهم يعني؟ وانا حظلمها يا عمده. انا خايف على البلد وسمعه البلد وبنات البلد، ما انت عارف. ايوه ايوه خايف على البلد وسمعه البلد او حتى تكون انت مقهور منها، مش ده المهم. المهم ان سعادتك عايز تكسر مناخيرها وتجيبها الارض، صح؟ صح وفي اقرب وقت ممكن. سهل بسيط، تربه حشيش تتحط عندها في فيتها وبلغ لسعادتك انها بتتاجر فيه. خلص الموضوع. ومين اللي هيحط لها تربه الحشيش في بيتها؟ سهل. وادي حسان. وادي يا زفت يا سنجاب.
اي ليله يرد عليا. ايوه تمام جنابك. البنت حمديه تخلص شغلها عند ستها فاطمه وتروح لجناب المأمور، هو هيقول لها على حاجه تعملها. يلا انصراف. علم جناب. شوف حاجه سهله خالص اهي، ويا سيدي كمان تربط الحشيش من عند داني، بس سعادتك بقى يعني تبقى ترجعها لي كده يعني من اي زبطيه ولا حاجه. شوف بقى انا مستني الواد ابو العيله دي عشان لما يجي ارقع له صداعه حبتين، وبعدين اروح اشوف المشاوير المهمه اللي مستنيان. انا عايز عمليه صايبه ومظبوطه يا عمده. ما تقلقش سهله وبسيطه ان شاء الله. وانت لو عايز تبعت الواد ابو العيله في اي وقت عشان اقدمه لك انا تحت امرك. هيحصل ان شاء الله هيحصل، بس انا يعني مش مستعجل على الحكايه دي، ماجلها حبتين. اتفضل جنابك. سلام يا عمده. الف سلام، انست ونورت وشرفت. ده ايه النور ده؟ ألف ألف سلام. بعد كده يا أبو العيلي وقف تتحدث مع فاطمة؟ ليه؟ فيه بينك وبينها إيه عشان توقف تتحدث معاه؟ يا سلام، هي حصلت؟ ماشي. وجناب المأمور كمان الظهر البت راوية ده لقيته جاي يقول لي بحافظ على سمعة البلد وبنات الكفر، عليا أنا الكلام ده؟ إيه الخلايق دي يا ناس؟ إيه الناس دي؟ أي غفير يجيلي؟ أي حمار من اللي بره؟ يا سلام، ده هي كده. ايوه ايوه ايوه. نعم يا حضره العمده. الشيخ مبروك تروح تجيبه لي حالا في التو واللحظه والحال بالعجل. حاضر. يلا بقى كده يا ابو العيلي. ماشي، ايه اللي بينك وبين عشان تقف تتحدث معاها كده اهو وجها لوجه؟ ها مش عامل لي حساب؟ لا انا مش سهل، مش سهل ابدا، مش سهل خالص. واني هوريك انا مش سهل ازاي. قال ابو العيله، قال عيله ايه؟ ده عيله نفرين وطفايه. ده كلام. ماشي يا ابو العيله، ماشي. حرير سوريا، سوريا حرير، حرير سوريا، سوريا حرير، حرير سوريا، سوريا حرير، حرير. يا عم خليلي قماش، هات حمارتك العرج دي وحصلني على جوه. يا رب يا ساتر. تعالى يا عم خليل. العافية يا فاطمة. أموري أموري يا ست الستات. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، افرد كده وريني اللي معاك. افرد ايه واوريك ايه؟ هو انت مش رحت اشتريت القماش من مصر ومن المنصورة؟ ايه يكشي قماش البندر احسن من القماش اللي عندي، ولا يمكن بيتفصل لوحده؟ يا راجل بلاش كتر كلام، يهجتك ايه؟ ما تفرد اللي عندك وتوريني، ما انا هشتري منك. انا اللي عندي مش موجود لا في المنصورة ولا في مصر كلها، ده حرير سوريا. سوريا يا حرير، امسكي امسكي القماش كده بايدك، ادعكيها وعسيها كويس. ها ايه رايك؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله. ايه زي الفل. طلباتك. طب بقول لك ايه يا عم خليل، انا عايزك تقطع لي من كل لون جلابيه، ولا اقول لك خليهم جلابيتين، وكمان عايزك تقطع لي من الطل الغالي ده طرح بالالوان كلها علشان افصلها على مزاجي وعلى ذوقي. طبعا، ما هو الغالي للغالي يا ست الكل، بس دي شغلانه كبيره وحسابها كبير. ايه هي في حاجه تغلى عليا؟ وبعدين ما الشيخ مبروك هيحاسبك على كل حاجه وهيديك اكراميتك كمان، ولو ما رضيش يديك واستنتن معاك بس ابقى اقول له انا هقول للست فاطمه وتشوف هو هيعمل ايه. حاضر، انا هوضب لك الشغلانه على مزاجك واجيبها لك على رموش عيني. امال احنا هنفرح امتى كده ان شاء الله؟ قريب قريب ان شاء الله. ربنا يتمم بخير. بس انا كان ليا طلب صغير كده عند حضره العمده يعني. و بس كده؟ اعتبر طلبك مجاب من قبل ما حتى تطلبه، بس اصبر علينا شويه عشان احنا اليومين دول مشغولين لشوشتني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك من نعيمه يا ست فاطمه. انا هروح دلوقتي وهجيلك بسرعه ان شاء الله. بقول لك ايه يا عم خليل، انا عايزك لما تروح للشيخ مبروك تحاسبه تضرب الطق في اتنين، ولا اقول لك خليه في ثلاثة، واكبش وعبي زي ما انت عايز، ما هو مش هيدفع من جيبه.
كله من مال العمده اللي لا ليه اول ولا ليه اخر. الله يجازي شطالك يا فاطمه. السلام عليكم. خطوه عزيزي. عز مقدارك. حياه. اهلا يا منار. عامله ايه يا اختي؟ ليكي وحشه والله. عامله ايه؟ قلبي وجعني، قلبي وجعني قوي يا فاطمة. ألف سلامة على قلبك يا أختي، ألف سلامة عليك. هل أنت صحيحة تتجوزي اللي قتل محروس يا فاطمة؟ كوني فاكره انني اتجننت زي بقيه ناس البلد يا فاطمه. انتي غلبانه واني بحبك. اني ما اتجننتش والله يا اختي. عارفه ربنا يكملك بعقلك يا رب. واني بردك اقول كده عليكي يا مناره. يبقى ردي علي، انت صحيحه تتجوزي اللي قتل محروس؟ هتسيبي جوزك عشانه؟ هسيب ايه؟ هو يعني كان بإيدي، بس هقول إيه؟ حكم القوي يا أختي. طب ليه كده؟ ده أنتي بنت حلال. خايفة علي؟ لا الصراحة لا، أنا من بعد ما حروس ما عدتش أخاف على حد. بس أنتي غلبانة زي يا فاطمة، والعمدة الكافر ابن الكلب دي هياخدك. عارفة، عارفة انه كافر وابن 60 كلب كمان. بس عتمان ده لو حنش وديني وما اعبد لخليه يسم نفسه بنفسه بحق كل دمعة عين وقهرة قلب، لخليه يصرخ ويقول جاية مسلمين وما يلاقيش حد يغيط ولا ينجده. يعني هتاخدي لي حق محروس منه يا فاطمة؟ حق محروس وحق ناس تانية كتير يا منارة. حق محروس وحق ناس كتيرة. يبقى روحي اتجوزيه. اتجوزيه يا فاطمة. يالك يا عمدة، أنا يالك يا سيدي، النهارده آخر يوم في العدة. يبقى دخلتي عليها الليلة. أيوه أمال، اجري بقى هم كده بالعجل تجيب المأذون وتيجي على دار فاطمة، ولا أقول لك هاتوا على هنا وإحنا نبعت نجيب فاطمة. للدرجة دي يا عمدة؟ ما أنتش قادر تستنى، خلاص الحب شنكلك وجابك على بوزك. ما تقوم يا مبروك وبطل رغي ولادته وعجنة، ده رأيي في إيه؟ حاضر يا عمدة، الله ولا أقدر أقول لك هاتوا حاجة، بس على الله بقى ما تنسانيش وتفتكرني لما ولي العهد يجي كده ويقعد يوقف في إيدي. وأنت هتقعد ترغي كده وتزن ولا هتقوم بقى ولا إيه؟ خلاص يا عمدة هقوم، إهدي، ما أنتش قادر تستنى خالص.
والله هتركبي وتدلدلي رجلك يا فاطمه يا بنت الاجري. صدق وتامن بالله لا اله الا الله اني ما تعيبش لو كتبت فيك محضر ورميتك في الحجز الميري بمناسبه الكلمتين الخايبين اللي انت قلتهم دول. قلت ايه بقى؟ العواف عايز مني ايه يا عمدي؟ انت جنابك اللي عايز ايه من البيت؟ بيت مين؟ ايه؟ هنستقبل ياد ولا ايه؟ البيت فاطمة بتتهجم عليها ليه؟ انا ما تهجمتش على حد. لا اتهجمت عليه. انا كنت رايح اشوف الاولاد. هي بذات نفسه قالت لي ان انت اتهجمت عليه. واني بقى بما ان خطيبها من حق غير عليه وبما ان العمدة من حق احبسك بتهمة ان انت بتتهجم على الحريم في ديارهم وهم امنين. تاني مش كفايه لحد هني؟ عايز مني ايه تاني يا عتمان؟ ايه يا ولد؟ عتمان كده اهو شاهد يا شيخ مبروك. ايوه شاهد. ده انا حتى لو ما شفتش حاجه شاهد يا عمد. اختشي يا ادم العلم مال وكلام. انت في حضره العمده بذات نفس. بعد اذنك يا عم الشيخ انت اختشي انت واسكت ومالكش صالح بالموال دي. قول لي يا ولد كنت بتعمل هناك ايه؟ نقول من تاني. كنت رايح اشوف الاولاد اللي هم عيالاني. عيال ايه يا ابو العيال؟ واني برضه هيخيل عليا الكلام ده. كنت بتعمل ايه هناك يا ولد؟ مصمم تعرف يعني؟ ايوه ماشي. كنت بتهجم عليه. قال لك ايه في ودنك يا عمد؟ ما تستنى يا مبروك انت التاني. لا ما استنيتش يا عمد. استنى ما انا لازم اعرف. افرض يعني لا قدر الله اضطربت للشهاده عشان لما اقول كلمه ابقى بقول كلمه مظبوطه يا عمد. شوف يا عمد انا حاسس ان الواد ده راح يشوف عياله. قامت هي منعته، قام هو اتشد عليها واتعصب عليها فتهجم عليها، صح يا ابو العيله ولا لا؟ ده صح الصح يا ابو الشيوخ انت، يا مبروك بالقوي. يلزم هاته خدمه تاني يا عمده الكفر ابو شوكي. اسمع يا واد انت يا غلبان بالقوي انت، لو هوبت يمه فاطمه تاني هيكون اخر يوم في عمرك. قلت ايه بقى؟ قلت يا ريت. مهاني خلاص ما عادش عندي حاجة أبكي عليه. حتى عمري اللي بتحكي عليه ده أهو راح. يلزم حاجة أتني ولا أمشي؟ لا تنك ماشي. العواف يلا. وانت يا أب تصغر لي كده ليه؟ امشي يلا شوف وراك إيه. يلا حاضر. يا ابن البلغة يا أبو العيلة، هو قال لي إيه في ودني؟ قال لك انه كان بيتهجم عليه. لا كان رايح يشوف العيال. ايوه يا عمده كان رايح يشوف العيال. انا سامع بوداني. مش عياله هناك. ايوه يعني انت عايزه ايه يا بت يا حمدي؟ بت تفي من بقك يا اختي. البت قال انا يا اختي من يوم خرطت البنات ما خرطني وانا في بيت العدل. ايوه يا حبيبتي زمن البطوطيه خلاص. اللي راح راح يا قلبي وشكوتك لله. انا دلوقتي الست حمدي. ما هاني مش فاهمه منك حاجه خالص. هاتي من الاخر يا بت. بقول لك ايه، نفسي في حته لحمه ضاني لحسن اكل التير بكاني. واقول لك يا بنت على حاجه، خلي بالك انا بقول اللي على لساني واللي مش عاجبه يروح وينساني. اه ست حفيظي الغلاويه السريمه غلاويه يا بنت كده من ناحيه الست راويه. الست بتاعتك منعتني اجي. سريمه يا بنت وبتغل في نفسها من ناحيتها. ايوه بس انا بقى قلت ايه لحفيظه ولا غيره، دي كده كده يا بنت بخيله جلدي. فانا قلت اكسر كلامها واجي اخد حته لحمه يا اختي ابر العيال وابو العيال. يا اختي الست ندورها كتيره، ابقي عدي علينا النادر الجاي واني بنفسي اللي عشان لك نصيبك. بس كده عارفه يا بنت الخرفان بتترمى تحت رجلها بتمقمق. ستر يا رب. أني بقى الخروف ده بالذات عايزه منه حت. اختي الله اكبر الله اكبر. ازازه تسباتس يا ناس ماشيه على الارض، ازازه شربات ورد يا ناس ماشيه على الارض. الله اختي هقول لك بس في سرك ست حفيظي غلول سرامه منك. سرق ما بتقبلكيش. عارفه ان انت ست الحته كلها. ايوه ولما تيجي سيرتك تولع. الله اكبر الله اكبر. خمسة وخمسة في عين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي. ازيك يا حمدية وازاي جوزك وولادك؟ يبوسوا ايدك يا حبيبتي. يلا يا بنت يا حنان خشي يلا جيبي لها شوية لحمة وحتة فتة من جوه. حاضر. بقول لك ايه يا حنان، يا ريت الكراكيب وبالمرة الممبار عشان اعمل يعني احشيه لابو العياء، بيحب الممبار قوي. احشيه واجيب لك حتة يا ست. قولي لي يا حمدية
انت يا اختي مش ناويه تتلمي شويه؟ قال يا لهوي يا مستهوي يا خرابي يا عرابي، ليه بتقولي لي البق ده؟ ليه عملتلك ايه يا ست عشان تقولي لي كده وتصدميني في وشي بالكلام دي؟ عملتلك ايه؟ ده انا وحدانيه ومكسوره ومقطوعه من شجره، والشقه في البيوت مغلبني وتعبني. اوعي يا بت تكوني فاكره ان انا نايمه على وداني. اتلمي شويه يا وليه علشان جوزك وعيالك، اذا ما كانش عشانهم يا ستي يبقى عشان خاطر ربنا. حكم يلا يا بنتي يا حنان شهالي. ليه كده؟ ليه كده يا ست؟ ليه كده تقولي لي الكلام ده ليه؟ ليه ده انا حتى بحبك، ده انا حتى وحدانيه ومقطوعه من شجره يا ست. ليه كده؟ اقول لك يا ست، اقول لك اني انا يا ست مش خاينه وصاحبه صاحبي وببقى على العشره وعمري ما زعلت حد مني. ليه يا رب؟ يا رب بقولها ايه؟ بقولها زيست سباتيس وهي ما حصلتش زير في شربة مية؟ الست حفيظة، الست حفيظة برقب. مدي ايدك يا حمدي، تاخدي اللي فيها وتجيبيها يا بت، دي حلة نحاس، فاهمة؟ يعني يا اختي حلة الملك فاروق ما حلة زي بقية الحلل. هاتي كمان اللي يروح عندك ينقال عليه يا رحمن يا رحيم. البسي بالعافية، اقعدي بالعافية يا ست. وانتي يا ريت تلبسي وتقعدي معاهي. تلبسيه واقعدي، انت بتقولي ايه؟ اهو تلبسي اللي تلبسيه وتقعدي يا حبيبتي في اي حته تحبيها، وان شاء الله هجيب لكم فرقه، فرقه حسب الله تزفوكم. ايه ده؟ لا يا اخويا الكلام ده ما يمشيش معايا، انا لازم زفتي تبقى من اول البلد لاخرها، ولازم الكل يمشي فيها، نسوان البلد ورجالتها وحتى عيالها الصغيرين. ايوه امال ايه؟ ولازم يفضلوا يزغرطولي والزغاريط تحوطني من كل جهه. يا كده يا عمدي يا اما مالكش عندي جواز. وليه ده كله ليه؟ ليه؟ هيكون ليه يعني؟ هو انت يعني عايز تتجوزني كتامي؟ لا هو انا كنت عامله عامله ولا عامله عامله؟ وبعدين اذا كنت فاكر نفسك هتشتريني بالحلق اللي انت جبتهولي ده، لا يا حبيبي دقيقه واحده ويبقى الحلق بين ايديك. يا بنت مش قصدي، انا اقصد بس يعني ايه لازمتها ايه الزمبليطه والزيطه والمصاريف دي كلها؟ شوفي ليك عليا اروح اسكندريه يومين، هناك بقى عاملين زحليقه وفي جنبي منها زفليطه، انا بقى ليا شوق نزفلط انا وانت في الزفليطه، ايه رايك؟ لا يا اخوي انا ما يلزمنيش الكلام ده، انا لازم الفرح يبقى صباح. ايوه امال ايه؟ انت عايز تبوظ لي اليوم اللي انا استنيته طول عمري؟ صحيح يا بت، انت مستنيه اليوم ده؟ ايوه طبعا مستنياه، ومستنياها كمان على احر من الجمر. يلا بقى يا عمدي عشان ما نتأخرش، عايزك تروح تتفق على لوازم الفرح، وبالمرة تبعت لي نظيمة يعني عشان تظبطني وكده عشان الليلة الكبيرة. أنا ما كنتش بحبك وبدوب فيك يا دوب. والنبي اللي في قلبي أكتر بكتير، ومصيره هيبان مع الأيام. يلا بقى يا عمدي، يلا. عايزة الناس كده أول ما يشوفونا جنب بعض يقولوا يا سلام يا ولاد، ده كأن عمدتني أول مرة يتجوز. وليه كأن؟ ما فعلا دي الحقيقة أول مرة هتجوز. إيه؟ أم الحفيظة دي هتبقى إيه؟ دي كوبة بعيد عنك، دي وقعة سودة، دي قطعت خلفي من أول ما شفتها. صدقي بالله أنا ساعات بكون نايم كده وعطشان نفسي أقوم أشرب بق مية، بخاف أقوم أشرب لا تطلع لي في الضلمة. يهجتك إيه يا عطوم؟ إيه؟ شربات. شوف هي ساعة زمن وكل لوازم الفرح تكون جاهزة والليلة صباحي زي ما أنت قلتي. بس بقول لك ايه، شوفي كده كلمه دلع تانيه كده غير عتمه وعتومه دي، انا مش شايف منها حاجه. بس كده عنيا الاثنين، انت بس تؤمر. حاضر يا عتوم. تاني دي لزقت. خلاص بقى يا عمدي هنلاقي له حل الموضوع ده. هو بقى موضوع. سلام عليكم. ضرور همي يا بيت. يوه
عايزاه ان شاء الله يا حسان. ازيك يا بيت، توحشتيه. الحمد لله. بقول لك ايه يا اخويا، روح لحالك الساعه دي، انا مش فايقه لك. ايوه يا بيت، انا مش عاوزك انت، انا عاوز ستك راويه. والنبي ما كنتش تمشي من هنا لاكون من نادي لك ست راويه واخليها تفرج عليك الدنيا. يا هبله اطلعي اندهلي، ده انت هتروحوا في 60 داهي. ليه كفر الشر؟ البنت حمديه جت لكم هنا؟ ايوه جت. طب اطلعي اندهلي ستك راويه اوامك. فيه ايه يا اللي تنشك مصاريلك انت؟ يا بنت اطلعي اوامك اوامك، هتروحوا في داهي. حاضر فريره. صحيح اللي انا سمعته؟ ايوه، دخلتك الليله. ايوه. هتدخل فين؟ هنا على فرشتي؟ لا، في اوضه المسافرين. يعني بعت مبروك يجيب العفش ويقيمه. جبت لها عفش يا عمدي؟ بقولك ايه يا حفيظ، انا دماغي فيها 100,000 حاجه، سيبيني بقى اشوف انا هعمل ايه. مش شايف غير نفسك ولا حاسس غير بروحك. ما هو بعد اللي عمله علوان واخوك السيد، انا بقى ما بقاش يهمني كبير ولا صغير، ما بقاش يهمني غير عتمان، عتمان وبس. ما هو مش بعد ده كله يجوا هما بقى ياخدوا عرقي وشقايا ومجهودي وتعبي وفلوسي وارضي. طب واني اسمعي يا حفيظه، انا مش هقولك انني ماليش مزاج من فاطمه، انا عارف انك عارفه وانت فهماني وخبزاني وعارفاني كويس، وانا كان ممكن اخد اللي انا عايزه من فاطمه من غير جواز ولا حاجه، بس انا بقى عايز اخلف، عايز اجيب عيل ليا وليكي، العيل ده اللي هيخلي لنا سيره في الدنيا. يا حفيظه احنا من غير ذريه ولا حاجه، وعلوان اخويا واخوك السيد هيرمونا للكلاب تنهش في لحمنا، ويعيشوا هما بقى في العز والنغناغه، واني بقى خلاص ما بقاش في العمر قد اللي راح. بعد الشر عنك يا عمدي. يا حافظه احنا يلزمنا عيل، والعيل ده هو اللي هيعمل لنا امتداد بعد كده، وهيتكتب باسمك انت بعد ما فاطمه تحبل وتولد وتغور في داهيه. فهمتيني؟ انت احلى حاجه في حياتي. لا مش احلى حاجه، لا انت حياتي كلها بحلوها ومرها. فتشوا البيت شبر شبر، يلا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هي وكاله؟ انت معاك اذن من النيابه؟ اسكتي انت خالص، انا مبلغ بالعمليه. ايه اسكتي دي؟
واسكت انت كمان، حسابك معايا بعدين. ايه انت جاي تخرسني في داري؟ طب ما تقول لي عاوز ايه، يمكن اسهلها عليك. ايوه صحيح يا بيل مأمون، انت بتدور على ايه؟ قول ما تخافش. هتشوف يا عريس، هتشوف. ما هو لو تقول لي بس بتدور على ايه هريحك اخر راحه يا خالد بيه. وحياة مقامك اللي ما قدروش ولا عرفوش البيه الكبير سليمان باشا مدكور. ايه نسيته؟ ده يزعل قوي، اصله ما يتنسيش. لا 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 يا خالد بيه، ايدك دي تنها جنب منك، هتلزمك في التفتيش. ان لقيته حاجه اهلا وسهلا، ان ما لقيتوش بتوكل على الله. مفيش حاجه يا فندم. صرف يا دي الكسوف، هو البي كل ما يجي ينطرد ولا ايه يا اولاد؟ مش هفوتها لك يا رويا، مش هفوتها لك. وانت انا هوريك. انا اللي مش هفوتها لك يا خالد بي، انت والعمده بتاعك. اللي حصل ده مش هيعدي على خير، وانا قلت لك قبل كده انت لسه ما تعرفش راويه. ما صدقتنيش. بشرفي لو اوريكم. شرفت يا خالد بيه. اتفوق عليك راجل ناقص. بقول لك ايه يا راوية، ما كانش لازم تجيبي سيرة الموضوع ده خالص. بالعكس، ده هو ده وقته، كان لازم احرق دمه. يا حلاوه يا اولاد، يا حلاوتي كده وانا قاعد في وسطيكم ولا كوز الذره مش فاهم حاجه. ايه مش هتفهميني؟ هفهمك على كل حاجه يا ابو العيله. بنتي يا حنان، يا نعمين، روحي لابو العروسة إياها وقولي له إن قريبة العريس هنا وعايزة تشوف البيت، ولو عجبتها هتاخدها بكرة وتسافر، فهمتي؟ حاضر من عيني. القلب ده في هواك يا غالي عليا. ولا العمدة نفسه؟ هو في واحدة يا سعاد تقدر تقول لا ايه؟ ولا راجل ما يجيش ينقط. بس تسكتي وهي لحسن كلمة تركيدي ولا كده؟ واحنا لا حلمي كده ولا حلمي كده؟ انتي مش عايزين نعرف ولا كده ولا كده. يا ناري انا هموت من الفرس يا ابو العيلة. ما هو يا احنا بقى يا المأمور الزفت ده. الحكايه خلاص بقت على المكشوف، وانا بصراحه ما بحبش احس اني ضعيفه. اللي هيهوب ناحيتك انا هولع فيه. ايه اللي ضعف دي؟ ايه ايه ضعيفه ومش ضعيفه؟ انا رحت فين؟ يا لهوي عليا، انت بتخاف عليا بصحيح يا ابو العيله؟
يما انا خلاص مش هبقى خيخه تاني. لو فيها عمري، لو هدفع عمري مش هنيخ. ما انت لو كنت شفتيني النهارده وانا مخلي العمدي يتنطط كده قدام مني انت تعرفي ان الكلام ده صح وان عمري ما هتضي تاني. اما البيه المأمور فسيبهولي انا هتني وراه حد ما اعرف اخرته ايه. ايوه يا اخويا قول معنى كلامك ده انك مش هتعمل كده عشاني. جرى ايه يا راوي؟ ما هو عشاني وعشانك. لو انا مش نفسي احس اني راجل قدام نفسي. يا لهوي ده انت راجل وسيد الرجاله يا ابو العيله. مش بالكلام يا راوي، مش بالكلام. هنتخنق تاني. انا عايز ابعد عن البلد شوي. طب خدني معاك. بس انا مش عارف انا رايح فين. انا عارفه. طب وهنعمل ايه في الست المنتهيه جوه دي؟ طب وفيها ايه؟ احنا هنروح ناخد سهرتنا ونرجع تاني. على فين طيب؟ انا هنسيك الدنيا باللي فيها يا ابو العيلة. يا سيدي وراجلي وتاج راسي. يا ارض حروسي ولا تقروسي، حورية من الجنة يا ناس. شفتيه؟ شفتي الشبكة اللي جابها لك العمدي؟ يعني يا لك يا عمده، يعني يا لك. اكتمي ولا يا بلاعه الكلام انت، اكتمي خالص. اني اني برضو يا فاطمه. فاطمه من هنا ورايح اسمي الست فاطمه، انت فاهمه ولا لا؟ على الله اسمعك تقولي فاطمه دي تاني. فاهمة ست فاطمة وست الستات كمان بقى الحلاوة والنقوة دي كلها ودوبان العمدة فيه. ما تقبل ستي؟ لا ستي وست الكفر كله. بره منك انتي، بره انتي. تلاقي حافظة بعدك عشان تسميني. لا عاشت ولا كانت اللي تبصلك بعين قرقة وبالشر سرقي. ده انت بدر البدور يا ست فاطمي. قالك يا وليه بتتكلمي عليها كده ليه؟ كأنها يعني مش حبيبتك ولا حاجة. وحياة خدودك دول اللي موردين من غير حسد، لولاش الفايدة اللي بتيجي من وراي صباح ربني ما كنت ارمي عليه. كلامك مش لدد علي ولا داخل لفوق. يا ألف بركة، يا ألف نهار مبروك، يا حبيبتي يا فاطمة، يا سلفيتي، يا درة حفيظة، يا كيدها قوي. تسلمي لي يا ست فهيمة. جرى ايه يا نظيمة؟ انت مش هتحني لستك ايديها ولا ايه؟ حاضر حاضر يا ست فاطمة من عيني. اه يا اختي انا عايزة اتحنى، حنى ايدي وحنى رجلي كمان. بقولك ايه يا نظيمة، نستسمحك كده يا اختي يعني في كلمتين انا وفاطمة لوحدينا. حاضر. خير يا اختي؟ عايزة اقولك يا فاطمة خدي بالك من اللي انت رايحاله. سبق وقلتلك وبقولك تاني، النار يا بنت بتحرق صاحبها. وعثمان وحفيظة ملهمش عزيز ولا غالي. وبعدين ما احنا عارفين عثمان يا بنت واخدك بطن تشيل وتحط، ولو خد اللي هو عايزه مش هيبقى لك عنده عازة. طريق عثمان له سهل ولا هين. انا عارفه ان طريق عثمان له سهل ولا هين، بس عشان تبقي عارفه انا خلاص عرفت عثمان وحفظت اكتر من نفسه. ما تخافيش علي، اني خلاص ما بقاش حالتي اللي ابكي عليه. لكن عثمان وحفيظي
حالتهم اللي لو راح منهم هيبقوا عليه بكى العمر كله. المأذون وصل يا ست الستات. ارقصي يا بلد، ارقصوا وتلووا كده، داني بكره هرقصكم على النار من مر المرار. مش انتوا متعودين ترقصوا للظلم والافتراه والغصبانيه؟ اني هرقصكم الرقص اللي بصحيح، وهشربكم من كاس الذل اللي ملا جوفي ومرر عيشتي وحياتي، كاس القهر اللي موت قلبي وحرق كل حاجه حلوه كانت فيا. تقلعي بقى الطرحة عشان ندوق الفرح. اصبر بس ناخد على بعض. ناخد على بعض ايه؟ طب اغير الفستان عشان اغير انا كمان. يا دي الكسوف يا دي الكسوف. كسوف من ايه يا بيت؟ يا بيت داني جوزك. انا لحد دلوقت مش عارفة اصدق الحكاية دي. حكاية ايه؟ حكاية ان انت جوزي، يعني العمدة بجبروته وإيده الطايلة يختارناني؟ أني فطني الغلباني؟ يا دي الكسوف يا دي الكسوف. يا بنت ما تتكسفيش من حاجة، ده أني ده أني من إيدك دي لإيدك دي، يعني أنا بيني وبينك كده، واخدة بالك أنت إزاي؟ ما إيه بقى؟ يا عمدي يا عمدي أنت ليك هيبة. يا بنت أنا بالنسبة لك خيبة، يعني أني عند الناس كلها أنا العمدة، بس باجي عندك أنت و على اني كده يعني، بس الحكايه دي بيني وبينك محدش يعرفها.
ايوه 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 عمدي تعالى يا عمدي انا عايزاك. عثمان هي عايزه ايه دي؟ طب انا هروح اشوف عايزه ايه واجي تاني، بس ما تمشي غيري بقى. ها يعني في ايه يا حفيظه؟ عايزه ايه؟ ايه ايه اللي ايه؟ قلت لك عايزاك. عايزاني في ايه؟ ده وقته. ايوه وقته، واني لما عاوزك يبقى وقته، وتسيب اللي في ايدك كله وتيجي وتشوف انا عايزه ايه. وبعدين مالك يا اخويا ملهوف قوي كده؟ هي يعني المعزه دي هتروح في حته ما هي متلقاح؟ وتتلم يا وليه وتخلي ليلتك تعدي على خير. اهاني مش عايزه الليله دي بالذات تعدي على خير. ايه قولك بقى انني ممكن اعمل لك مجنونه واخلي اهل الكفر كلهم يتفرجوا عليك. ايه يا عمدتي؟ ايه كل ده يا اخوي؟ بقى تسيب العروسه وتقف مع المقروسه؟ امشي خشي جوه يا خرشوفه انتي على ما اخلص كلام مع سيدك. سيدي بس؟ ده سيدي وتاج راسي وسيدي اللي خلفوني كمان. ده هو جوزي وهو حبيبي وهو يا دي الكسوف يا دي الكسوف يا دي الكسوف يا دي الكسوف. ده هو اللي ستتني وهو اللي سيخني وهو اللي حضني وهو اللي باسني وهو اللي يا دي الكسوف يا دي الكسوف. عيب كده، اتلم يا بنت. اتلم واتلم ليه يا اختي؟ هو في حد غريب موجود واني مش واخده بالي؟ ده جوزي حبيبي نور عيوني وحق انني اتدلع عليه ووريه اللي ما شافهوش. وبعدين انت ما تقوليليش انا اعمل ايه وما اعملش ايه، انت هنا زي زيك. شوفي الوليه بتجز على اسنانها ازاي. ايه يا وليه مالك بتبرقيلي كده؟ لا انت هتحضني ولا هتعضيني؟ لا يا عمده لا لا يا اخويا، انت ما قلتليش انها بتعض، انت قلتلي انها فقرية وشها وش مومه وتجيب الفقر وبس، لكن انت ما قلتليش انها بتعض. انت قلت لها كده؟ ايوه اختي قال لي كده، وقال لي كمان انه اول مره يحب بجد وانه اول مره يشوف حريم بحقه حقيقي. مش انت قلتلي كده يا عمدي؟ تصدقي يا بنت الكلب ان انا اللي حربيكي. بس يا بنت بقى انت تلمي بقى، ما تعملي احترام النار. انت بتشخط فيا عشان دي؟ دي ومالها دي يا اختي؟ مالها اللي ما تتسمي؟ هي مالهاش اسم ولا ايه؟ انا اسمي فاطمه يا اختي، وزي ما انتي مراته انا كمان مراته، واللي ليا قد اللي ليكي. خسارك يا عمدي، فاضل ايه تاني؟ مخبي عليا ايه تاني غير ان مراتك بتعض؟ وانا اللي قلت خلاص ربنا رزقني بجوزي حبيبي اللي انا دبت فيه وفي كلامه المعسول ده ايام الخطوبه، انما طلع بيخبي عليا، بيخبي عليا ان مراته بتعض. اخس بس يا رب، فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه تاني يا رب؟ انا قلت خلاص ربنا بعت لي الراجل اللي كنت بستمناه وبحلم بيه، الراجل اللي كلامه الحلو نايمني في العسل، لكن طلع غشاش وخبى علي ان مراته بتعض وبتاكل بني ادمين، وكمان يشوفني هنضرب بالمركوب ولا يديش العضاده اللي عايزه تضربني دي كفين على وشها الكشر العكر السمج الفقر دي. مين دي يا بنت اللي يديها بالكفين على وشها؟ يا هبله يا بنت الهبل. طب ايه قولك ان هو مش هيبات معاك الليله؟ ايه 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 مين فين؟ انت اتهبلتي يا وليه ولا اتخبلتي ولا وكمان طلعتي بتعوض دي؟ انت هتعوم على عوم هيعرة العمد؟ بنت انت اهمدي اخذ الشيطان يا حفيظه، ما تخليش الشيطان يقل قيمتك وقيمتي، خش نام اهدي كده اهدي. يا اخويا انت اللي تهدى، عمال تفرك وتحرم مش عارفه في ايه؟ اول مره تشوف حريم؟ طب ايه اقولك لو ما بتش معايا الليله هروح اقول لاخويا السيد وهتبلى عليك واخليه يجي هو واخواتي يوريك من كل شيء شويه. يا بنت اخفي من قدام احسن لك، واخوك السيد ده اللي انت عماله تهدديني بيه كل شويه انا ليا كلام وياه. انا هشوف اذا كان هو يرضاني البهدله اللي انا فيها دي يبقى فيه كلام تاني. خشي بقى، انا مش عارف المك ولا ايه؟ انا كنت عارفه انك هتعمل كده. يا دون يا دون الدون. يا بنت اخفي من قدام احسن لك. انا ممكن اكسحك وقت مراتك على صدرك واخوك واديك لاخوك السيد ده من بطاطه. خشي خش انت. غوري غوري انت. طب ماشي انا هغور. ماشي
افتحي يا فاطمة. عايز مني ايه يا عمدي؟ يا بنت افتحي. لا انا زعلانة منك، زعلاني خالص ومصدومة فيك اخر صدماني. طب افتحي افتحي وانا هصالحك اخر صلحاني، افتحي بقى. تصالحني بايه ان شاء الله؟ هتضحك عليا بكلمتين اياك فاكرني عيلة صغيرة. يا بنت افتحي وانا اعمل لك كل اللي انت عايزاه. كله 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 افتحي. ماشي افتحي بقى. عايزة ايه بقى؟ انا مش عايزاك تقرب مني خالص. هو ده اللي انت عايزاه؟ اهون عليك برضو يا فطاني؟ ايوه، ما انا هونت عليك واتهنت قدامك واتشتمت وكنت هتعض كمان. ايه اللي حكاية العض دي يا بيت؟ ده طلعت حكاية. بس انا برضو يعني مرضيتش اتخانق يعني ليلة دخلتي. بس انا كده برضك قلبي مش مطمن، يعني اطمن ازاي لما تشتم واتهان وكنت هتعض قصاد الراجل اللي انا كنت بستمناه من الدنيا ليلة دخلتي؟ اللي هو انا. كملي. لا مش هكمل حاجة. لا حلو الراجل، بس كملي. حلو الكلام ده؟ لا مش حلو، انا مش هقولك اي حاجة من اللي جواي. لا قولي، انا عايز اعرف شعورك نحوتي عشان الليله تحلو بقى والقضيه. طب تحلو ازاي؟ تحلو ازاي بس بعد ما حفيظه سدتها في وشي وضلمتها اخر ضلماني؟ ينتقم منك يا حفيظه، ينتقم منك ويجيلك من كل عرض مرض. سيبك بقى من الضلماني وخليكي معايا. انا يعني نايم. واحنا هنفضل واقفين في البلكونه كده؟ اما تيجي ننزل نلعب في الشارع. لا يا اخوي انزل انت الاول. لا ننزل سوا. لا انا مش نازل. لا ننزل. والنعمه مني نازل يا بنت. هننزل يا دي الكسوف يا دي الكسوف. هننزل ونطلع ونطلع وننزل. يا لهوي كتب لك الهنا والسعد يا فاطمي. سبحانه مقسم الارزاق والبخوت، اللي جمعته يا عثمان في سنين هتاخده فاطمه في غمضه عين. فاطمه دي بهيمه تعشر وترمي وبس. بقى اللي تشيل وتولد يا وليه تبقى بهيمه، امال البور الخاويه تبقى ايه؟ قال على راي المثل الحربايه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، وان كنت معدول تكفيك وتاخد ما تديك. حرام عليك يا فهيمة، ما تعملش كده، عيب يا ولية. أنا جبت سيرتك، هو أنا قلت يا حفيظة يا حرباية؟ حرام عليك، وسيبيني في حالي، سيبيني في اللي أنا فيه. يا أختي الله يكون في عونك، أهي جاتلك فطنة، المرة اللي بحق وحقيقي، اللي بعد 9 شهور بالتمام والكمال هنعرف هي من ست الدار، ولما الزمن يندار عن نعجة والحمار. والله واتنصفت يا فطنة. يا عثمان عثمان يا عثمان. يا حد ينادي على العريس ليلة دخلته؟ انت اتهبلتي يا سلفتي ولا اتهبلتي؟ اخسى عليكي مرة ناقصة فخس. أنا أول مرة جيت هنا لما اتعرفت على الست من بره.
انا حاسس اني راجل تاني في البلد دي. يا اخويا بكره تتعود على البلد لو تنسى الجلابيه. وبعدين يعني هي متشاق مش ديت برضك البدله بتاعت المرحوم جوزك؟ يو مش يمكن تكون بدله مبروك او فتحه خير؟ اشرب اشرب اشرب. تعرف يا ابو العيله انت كنت بتحب فاطمه ليه؟ عشان ما كان لكش غيرها، هي الوحيدة اللي ايدك طايلاها. فاطمة دي عاملة زي يومياتك اللي بتاخدها اخر النهار بعد ما تخلص الشغل، عاملة زي شغلانتك في الطحون ما تعرفش غيرها. عمرك ما فكرت انك تشتغل شغلانة تانية تجيب منها الجنيه اللي فاتوا ملايين؟ انا عمري ما حلمت اكون احسن وانا عارف. ما فكرش كده، جايز اني متعلق قوي بفاطمة، قصدي يعني كنت متعلق قوي بفاطمة عشان فاطمة كانت هتراضي بعيشتي وتبتقي فيا ربنا، يعني المرحومة وعيالي. صرحت في ايه يا ابو العيال؟ عيالي عيالي وحشوني. عيالك يا ابو العيله في الحفظ والصوم، بس انت بقى انسابي فاطمه وسنين فاطمه. فاطمه خلاص عايشه في عز ومش هتسلاقي، وهتلعن كل يوم عاشت فيه في الفقر والعوزه. يبقى انت ما تعرفيش فاطمه. ما بيعرفش يا نهار كذب جابي يا جماعة. Ugh.
استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم. مؤاخذة يا شيخ محمود، قصدي يا سي محمود، اصل حضرة جناب العمدة قال ان انت ما انتش شيخ ولا حاجة. مش كده وبس، ده قال كمان ان انت ما انتش شيخ ولا حاجة. برضه؟ ايوه. فإن تولوا فقل حسبي الله. عايز ايه يا وائل انت وكامل؟ مش مسموح لك تدخل الجامع. ولا مسموح لك تدخل الجامع. برضه؟ ايوه. ياك اتجنيتوا انتوا؟ اتجنيتوا؟ انت اتجنيت؟ لا. لا ليه؟ طب اتوكلوا على الله. خد كامل وروح اتوكلوا على الله يا ابوي، خلينا نجيب صلاة الفجر، خلي الناس تجي تصلي، الناس العاقلة اللي تعرف ربنا. بقول لك يا سي محمود، حضرة العمدة قال إن أنت دخولك الجامع ده حرام شرعاً. ما تلبسنيش ذنوب، كفاية اللي أنا شايلها يا أخوي. أوه. ياك يا واكلينهم شاربين سطلين مية ساقعة، أنتوا التنين قوم سكرتوا. أنت شربت مية ساقعة؟ ما شربتش ميه. لا ليه؟ طب اوعى يا وائل، اوعى. لما تعالى يا شيخ محمود امسك يالا. وقف مكانك، ما تخلينيش اعمل تصرف هتندم عليه. ما ترفع عليه البندقيه يا وائل. دي اوامر جناب العمده، واني خدام جناب العمده. السلام عليكم. تعال. وعليكم السلام ورحمه الله. تعال يا شيخ مبروك، اتفضل شوف. اسمع وشوف. خير في ايه؟ خير؟ خير ايه يا راجل؟ التنين متخشبين واقفين قصادي ومرفعيني بالبندقية زي ما انت شايف، ما عايزينيش اخش الجامع ولا نصلي فيه. اتجننت يا وائل اياك. يكونش يا سي محمود عنده أمر بكده يعني؟ هاي قلت لي، ما وائل قال لي برضك، قال لي انا عبد العمدة. اخصى على دي بلد وعلى ده عمدة. لا لا يا سي محمود، لا، ما ينفعش تأخصن على الراجل وهو مش موجود، لا عيب. هتلبس نفسك ذنوب يا راجل، بدل الذنب الكبير اللي انت خايط فيه. ذنب كبير وخايط فيه؟ امال ذنبي ده يا ابوي؟ عرفني. عصيان اولي الامر يا سي محمود، يا مولانا اللي بتؤم المصلين وبتخطب فيهم، ولا مش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وايه؟ قولها. وأولي الأمر منكم، ولا تقيل على لسانك إياه. طيب هو ولي الأمر بتاعنا قفل الجامع في وش الناس، مانع صلاة الجامع، وإحنا هنصلوا في أي مكان، عشان أي مكان ربنا جعلهن مسجدا وطهورا يا عم مبروك. لا ما تخلطش الأمور يا أخويا، مش كل الأرض طهر، فيه حتت طهرة وحتت والعياذ بالله نكسة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ما تلبسش الحق بالباطل يا سي محمود. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. يا عم محمود اللي أنت بتعمله ده خبل وهبل. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من همزات ابن الكلب الشيطان. وسع يا اخويا بالحديد اللي في يدك دي. انا مين وانت مين؟ انا مين؟ انت فاطمه؟ بجد يا بيت انت فاطمه؟ ياه، الحلم بدأ يتحقق يا ولاد. أنا ياما حلمت يا بنت إن أنا وإنتي لوحدينا كده في السرير. أنا مين؟ طب إيه؟ تقولي ولا أقولك؟ طب تجيلي ولا أجيلك؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الطعامة دي؟ أنا مش مصدق نفسي. إيه يا بنت الجمال دي؟ فاطمة، مش معقول. اهدي. أني أجاني. اهدي. وبعدها لك يا فاطمة، فيه إيه؟ مش هينفع يا أخوي، ماني قلتلك مش هينفع، ومقام السياح ما هينفع. سياح إيه؟ مش أكتر مني يا بنتي، أني تعبان. اسمع مني يا أخوي، أني خايفة عليك. ايه
يعني انا طول الليل عمال احايل فيك واتحايل عليكي واضحك معاكي واقولك انا مين وانت مين؟ ايه يا فاطمه؟ ما تخلينيش. لا والنبي يا اخوي، والنبي يا اخويا ما تزعل مني ولا تاخدني غصباني. اصبر بس حبه. اصبر حبه؟ ماشي هصبر حبه. صبرت حبة اهو، كفاية كده؟ ولا اصبر تاني؟ يا بنتي كده الصبر طار. اصبر بس شوية كمان، هانت. ماشي، ماشي. ولا اصبر حبة كمان. أنا صبر أهو. يا بيت يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. صباحية مباركة يا عريس. متشكرين يا أختي. سيباني بقى في الوكسة اللي أنا فيه. خش يا عتمان. أخش في إيه؟ خش في عيبي. خش. في إيه يا بنت؟ أنت هتنكد عليا حتى في الصباحية؟ اهدي. انت هنا يا حفيظي؟ يخرب بيتك، الاهي لا يصبحك ولا يربحك. ايه يا بنت اللي انت لابساه دي؟ وماله يا اختي اللي انا لابساه؟ ايه اللي غيران مننه يلبس زيني. خش يا بنت استري نفسك بحاجه وتعالي، انا عايزاكي. عايزاني؟ عايزاني في ايه يا اختي؟ هو انا قادره اعمل حاجه؟ ده انا ما نمتش طول الليل والنوم كبس علي اخر كبساني. اصل عتمان ما نيمنيش. يو ده انت طلعت مسخري. بطني صداع الحمام. صباحية مباركة يا عروسي. الله اكبر الله اكبر. اهو النبي، هي دي العرايس ولا بلاش؟ والنبي يا بنتي يا فاطمة، انا لو زي كده لكنت سويت الهوايل. تسلميلي يا سلفتي، تسلميلي يا حبيبتي يا غالي. اعمليلي فنجان قهوة سادي وفقشيلي بطان انا وسيدي. شوف الوليه الناقصه دي، بدل يا اختي ما تباركيلها وتديها نقطتها. خلي النقطه للي هيجيها نقطه. جرأه يا درتي، داني في صباحياتي، ده انت شكلك انهبلتي اخر هبلاني. ايوه يا توتو، هجيب لك خيار يا نور عيني وجايه لك على طول. العمده توتو. طب يا اختي ما تبقيش تكسي تليفي له ظهره. ماشي يا توتو، يا رب تموتوا. اي طب اوه، خبر ايه يا ام الغايه؟ ضرب ابوزك من حداك لحد الحيط ليه؟ هنعمل ايه في العيشه والمعيشه؟ هنتصرف ازاي بعد ما منعوك من دخول الجامع واتمنعت الحسنه اللي كانت بتجيلك من تعليم الولاد وتحفيظ القران؟ هو يعني تعليم الولاد وتحفيظ القرآن ما ينفعش إلا في الجامع؟ ما ينفع هنا في البيت؟ مش لازم في الجامع يا شيخة العرب. يا ولي الرزاق موجود ونعم بالله. ربنا العزيز قال إيه في حديث قدسي؟ عبدي خلقت السماوات والأرض فما أعياني خلقهن أفيعين رغيف أسوقه لك كل حين. يا أم الغايب، إحنا علينا السعي وربنا عليه الرزق والفرج. ربنا موجود. بقول لك يا محمود، انا عايزك تعتني حبه بالقراطين اللي سابهم لي ابويا. اهو محصولهم يجيب لنا قرشين ولا اجرهم لحد يزرعهم. حاضر ماشي يا شيخه العرب نشوفوه، بس برضو انا ما عايزكيش تخافي وتحزني قوي كده، عشاننا في الله يا ام الغايب اقوى من الخوف اللي انت غرقانه فيه ده. ونعم بالله، ربنا يا رب ما يذلنا لحد ابدا. اللهم امين يا رب. فكيها عاد وفرفشي.
ايه؟ يو على فين كده يا ست منتا؟ ما شاء الله، هي مروحة مصر صد رد كده فجأة عملتك افندي ومتقيف. ايه ما عجبش كده؟ على العموم انا نازله مصر دلوقتي ولازم اكون في استقبال عادل بيه. طب والعروسه؟ العروسه بقيتيها انت وتعالي، انا شفتها وعجبتني، ما دام عجبتني يبقى اكيد هتعجب عادل بيه. ومال خلاص اجيب العروسه واجي، بس انا كنت عايزه اقابل عادل بيه واتكلم معاه. عايزه عادل بيه في ايه يا روي؟ وكلامك معاها هيبقى في ايه؟ بصي يا ست منتهى، ابو العيله بقى جوزي وانا مش ناويه اخبي عنه حاجه. اتكلموا يقولي عايزة ايه، انا متأخرة ولازم امشي. عايزة عادل بيه يرضى عن ابو العيلة. يعني ايه؟ يعني يبقى من محاسيبه، يقف جنبه ويسنده، يعني يبقى واحد من رجالته، وانا تحت امره في اي حاجة يطلبها ان كان انا ولا ابو العيلة. وانت بقى فاكرة ان عادل بيه هيستنى منك فلوس انتي ولا ابو العيلة مثلا؟ كل بحره بيحب الزيادة يا ست منتهى، وبعدين احنا هنعمل له صيت ومركز في البلد وحواليه. هو يا حبيبتي مش محتاج لا الصيت ولا المركز في البلد دي. طب ايه هو يحتاج ايه؟ انت قولي لي بس وانا تحت امره من ايده دي لايده دي، بس كده يقوينا على عثمان واللي زي. وبعدين انت وعدتيني يا ست منتهى. طب ربنا يسهل، خلي البت تعجبه بس وانا هشوف. وان شاء الله ما عجبتوش، في مليون غيرها، دي البلد مليانه. بلد مليانه؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا راوي؟ استنى انت بس يا ابو العيله هفهمك بعدين. تفهميني ايه؟ انت اتجننتي يا بت ولا اتاري اللي كانوا بيقولوها عليكي؟ صحيح بتجري في الاعراض يا راوي وعايزاني اساعدك؟ يا ده يا دق ايه غبيه وهتودينا في داهيه. اعراض ايه يا ابو الهيل؟ ازاي انت عايز تحسبها كده؟ يعني بعد اللي عمله معاك العمده وما انتش عارف تنساه وتقولي اعراض وما اعرضش؟ ما قلت لك استنى وانا هفهمك. دهدي تفهميني ايه؟ تفهميني ايه؟ لو انا مستني انك تفهميني. قلتلك ابو العيله له من تبنا وله زينا، وهيقعد كل شويه يقرفنا. انا مش عارفه انت ماسكه فيه ومثبته كده ليه. اهو اديكي شايفه اهو. ما تاخديش في بالك اللي قاله واللي عمله دلوقتي، ابو العيله بس واخده الشهامه، بس لما يعرف انه لما يسمع الكلام هيحط مدايس وبق اللي ظلمه مش هيقول لا، وهينفعني وهينفعك كمان. طب هشوف، بس انت ما تنسيش البت تبقى عندي بكره وعلى سنجة 10. مش هوصيكي. ما تشيليش هم. يلا سلام. مع السلامه. بتعمل ايه يا اللي تنشكل في ايدك؟ فاطمه وقعتي قلبك، ده انا بحسبك ام قواق. ام قواق ايه؟ ده انا هوديك في 60 داهيه يا بعيد، ده انا حد جنب العمده هخليه يوديك في توكل. ليه كده؟ ليه كده يا فاطمه؟ هو انا بسرق ولا بسرق؟ ده انا كنت باخد كام بيضه افطر بهم عيالك، مش انا يعني اللي هفطر بيهم. جرأي يا والي، انت صدقت ولا ايه؟ ده انا بضحك معاك. النبي يا واد يا حسن، تاخد بالك من العيال انت وحنان، وعايزه حنان كده تاكلهم كويس وتحميهم وتنظفهم. يا رب ربنا يسترها معاكم. حاضر. خد يا والي دي عشان خاطر مصاريف العيال، خليها معاك. وانا بكره ولا بعده كده ان شاء الله هبقى اجي اشقر عليهم. دي بقى انا عايزاك تديها للبت حنان وتقول لها فاطمه عايزاك تروحي تجيبي زياره من اللي هي وتيجي بيها لحد باب الدار، علشان اني في حاجه في دماغي كده عايزه اعملها، وتقرع لها زرغطتين وهي داخله يهزوا البلد كلها. ايوه ايوه، بس حنان تعمل كده ليه؟ هتكون تعمل كده ليه يا اخويا؟ انا عايزه حافظه تهري. ايوه ايوه، انت عايزه كده حافظه. سنينك السودي. خلاص خد يا ولد، خد دي، خد كل دي. جيبي كام طماطماي. حاضر، عينيا الاثنين، وادي بصلتين عشان تحيقوا البطاطس. تسلم يدي. صينيه حلوه بقى كده وجنبيها شويه رز، واكلوا العيال. هي حاضر. سلام يا قلبي. سلام يا حسان.
انت مش قادر حتى تبص لي. ابص لك ايه يا عم؟ اهو بقى هي دي البصة، ولا انا مش زي العيوج اللي بره؟ عايز ايه دلوقتي يا حفيظه؟ عايزه افكرك باللي انت قلته. في حاجات اليومين دول بتحصل ممكن تخلي الواحد ينسى. وايه بقى اللي انا قلته؟ قلت ان فاطمه دي بهيمه وتعشر وبس، وملهاش قشاية في الدوار دي، ولا قشاي ولا حتى حصوه ملح. طب وانا قلت كلام غير كده ولا رجعت في كلامي؟ واذا كنت ما بتخافش من السيد اخويا زي الاول، اني ممكن اعمل اكتر. اني ممكن اروح لعنوان واخليه ياخد كل شبر منك. ايه ايه الزوم الكلام دلوقتي يا حفيظه؟ وممكن كمان اخد ارضي منك اللي انت ساحب خيرها دي وعمال تصرفه على المعوجه بتاعتك. وممكن كمان عارفه اني بحبك ليه؟ ليه؟ عشان اني اللي بحبك، مش عشان انت تتحبي. وعارفه انا ما بحبكيش ليه؟ ليه؟ عشان عمايلك اللي بتعمليها معايا دي. وعارف انا بعمل عمايلي دي ليه؟ ليه؟ عشان بحب. طب لو بتحبيني بقى سيبيني. من ناحيتي الله اكبر الله اكبر على الجمال والحلاوه والطعام. الف بركه يا بنت العرايس يلي اكيد اكيد عريسك هايس. ايوه اكيد اكيد طبعا، امال ايه؟ طب اطلعي بره يا بنت الكلب انت والزياره بتاعتك دي، كتتنيل عليك انت واهلك. استحفيز اخرسي. ليه تاخد الزياره؟ خدها نقابله بها للعيال. بقول لك اخرسي اهو. بس يا بنت انت والنبي، ما في كلب هنا غيرك يا حفيظه يا سهرانه انت. جرعيه ولي هتعضي صاحبتي ولا ايه؟ ايه يا حفيظه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي ولا ايه يا ولي؟ شوف يا اخويا بتقول ايه، يعني مش كفايه البت صاحبتي مكلفه نفسها الشيء الفلاني وجايبه لي زياره تليق بمقامك ومقامي، قوم تعمل فيها كده؟ طب انا مش قاعده لك في البيت يا عتمان. يا رب يا رب يا اختي، يا ده يا خد الدهيه يا رب. ما تخرسي بقى يا بنت انت، اخرسي. وانت رايحه فين دلوقتي يا فاطمه؟ اروح مطرح ما اروح يا اخوي، انا مش قاعده في دار ماليش فيها لا ظهر ولا سند يحفظ لي كرامتي. انت فاكرني ايه؟ ولا الوليه الخرفانه دي فاكراني ايه هي كمان؟ يا بنت لمي لسانك بدل ما اقطعهولك. استحفظي اتدخل؟ اخرسي اهو. ما تخرسي بقى يا بنت انت يا بنت، بقول لك ايه؟ اخفي اخفي وديني وما اعبد. انا ما راضيه امد ايدي عليكي لايدي تتوسخ، وعامله للراجل ده اعتبار، الراجل ده اللي لا طلع بيحبني ولا حاجه. طب بصي بقى بس بس. طب بصي بقى بس بس. هو ده اللي انت فلحت فيه؟ طب بس بقى يا وليه بقى اسكتي. وديني وما اعبد، انا خاف اقعد في البيت ده وانا بتوهم لاجيب عيل شبهك. اياكي يا رب ترجعي للشارع اللي لمت منه. شارع؟ شارع ايه يا ام شارع؟ كنت تيجي تشوفي الدار اللي العمدي جايبني منه، دار شرحه وبرحي، مش المدفن اللي انت قاعده فيه ده يا وليه؟ ده العمده جايبني هنا عشان انور له الدار، اخليه يلعلط كده، عشان كده بقى يا حفيظي انا مش ماشي وقاعده على قلبي. جدع يا بنت يا فاطمه. والنعمه 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 اللي خليكي تهري كده، تهري يا وليه كده لحد ما تطقي من جنابك، وانت بقى مالكش صالح بينا خالص ومش عايزك تتدخل في حاجه، احنا الاثنين نسوان ونعرف شغل بعض كويس، فرجيني بقى يا امك هتعملي ايه؟ أني أعوذ منك أنت يا جلة. جلة جدع يا حفيظة. ده أنت اللي ليلة الجلة متعصب 60 جلة بنت يا حمدية. أيوه بصي أنا واقفة ساكتة من ساعتها أهو وسامعة الهيصة كلها وما اتدخلتش زي ما قلتلي، بس هي بتنده عليا أرد؟ اخرسي. بس لازم أرد. أيوه جدع يا حمدية. بقولك إيه يا بت؟ أيوه أنا عايزاكي تدخلي على المطبخ تعملي لنا شوية حمام حلوين كده، سيبك من الكلام الفارغ ده كله، أصل العرسان الجداد يحبوا الحمام، حكيم يعني الحمام حامي، حامي يا حمام، عايزك يا بنت تدقيه دق كده ولا الكفتة، الحمام الحامي، حامي يا حمام. إيه دي؟ بتقولك أدق لها الحمام، هو الحمام بيتدق؟ الحمام بيطير.
لا ما هي بنت محدثة خدامة بقى وجاية تنظف يا هنا. أنا اللي هوريكي يا بابا يا بنت الكلب. يا بنت الكلب يا بنت الكلب يا بنت الكلب يا بنت الكلب يا حمام أنا هتصبحولك الحمام الحمام يا بنت الكلب ايه بنت جدعان براوح عليكم يا حباتك طوّتوا يا حباتك والله حباتك ايوه دي بيها من شعره علميها الأدب احسن هات تعال ايوه براوة عليك براوة وانت يا بنت برضو تعال براوة عليك براوة وانت هي الحق هي الحق يا بنت الكلب هتراني اخرب بيوك اطلع على اوضتك يا بنت الكلب بس يا ست انت يعني يا غفير وائل من شرح قوي انك انت هتمنع الشيخ محمود من دخول الجامع الشيخ ايه ايه اللي شيخ دي حضرة العمدة قال ان محمود ده ما هوش شيخ ولا حاجه وده امر ميري طب يا بتاع الامر الميري محمود اللي من غير شيخ ده محمود حاف لو جه وخد الناس وصلى بيهم بره الجامعه زي النوبه اللي فاتت هنعمل ايه احنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا الصفوف وسدوا الفرج ولا تسمحوا للشيطان بأن يا ولدي خذ يا غلاته تعالوا يا جدعان تصلي العيشة تعالوا صلوا فرض الله في بيت الله انت يا جدعان انت وهو بتهربوا من الجامع يا ظلمة خليك خلي على الراجل ده بدي ترياله روح حط لي ناس هناك دي العيال دي يلا حط يلا انا وانت ايه مش هتصلي العيشة ورا الاخر اللي صلي يلا اتفضل الله أكبر الله أكبر بيجي عثمان والله العظيم ما هي دي بلد بلدي بلدنا لا دي بلد أنا معرفهاش دي بلد ما فيهاش احترام للمامات ولا فيها كبير كلمته نفدة ولا مسموعة أنا الناس تنفض حواليا في الجامع كده هو ويسيبوني كده هو في خبيتي لا يا عمد بس مش ده المهم المهم دلوقتي ان مفيش حد يسد مكان شيخ الجامع غيرك انت اهي انا يا سيدي كلها يومين ثلاثه ويجي شيخ الجامع الجديد بتاع الحكومه ويفضنا من السراد لا طب وعلى ما يجي شيخ الجامع ده مين اللي هيقوم الناس في الصاله يا عثمان وين اللي هيقوم الناس في الصاله جرايه يا راجل انت وانت بقى تشتغل ايه هتمسك العموديه شوف انا عارف ان امامه الناس في الصاله دي شغلتي انا يا عثمان بس فرصة وجات لنا يا عثمان انت بقى تقوم الناس في الصلاة وتقول لهم كلمتين كده يلغوا الكلمتين اللي كان بيقولهم محمود عني وعنك ايوه يعني بس يعني انا ما انت عارفني يا مبروك أنا يا عثمان انت ايه انت احسن واحد يخطب ويتكلم ويزوق الكلام طيب سيبني كده اشاور نفسي وافكر فيها كام يوم يعني على يوم الجمعة جمعة ايه جمعتي يعني انت هتقوم الناس في صلاه الفجر الليله دي ايه لو في حد في بلدنا بيصلي الفجر في الجامع والله دي حاجه كويسه قوي وكمان هتقومهم في صلاه الظهر وصلاه العصر وبعد حيلك حيلك جرى ايه وانا هقعد طول اليوم في الجامع يا عثمان فهمني بعد صلاه العصر هتلم الناس وتقول لهم الدرس اللي كان بيقوله محمود وما تقلقش يا اخي أنا هكتب لك كلمتين تحفظهم وتقولهم أنت للناس أحفظهم إيه؟ لا أنا مش هعرف أحفظ حاجة لا يا عم أنت ده هما كلمتين وبس يعني حديث شريف على قول ولا اتنين معذورين والباقي كله كلام بالبلدي عشان تبلف به الناس وتلف دماغهم وتسمعهم الكلمتين اللي أنت عايزهم يعملوا بيهم في أراضينا ويرعوا بيهم مصالحنا والله يا سيدي كان على الكلام البلدي يعني خد عندك انما لو على حديث وكده انا يعني حافظ حاجات بسيطه يعني كده ومتنطوره ومش بالمظبوط يعني ما انت عارف
ما تقلقش يا عدمان، أنا هكتب لهم لك في ورقة كده تقراهم مرة واثنين وثلاثة وبعدين تبقى تقولهم للناس، وساعتها يا أخوي لو اتلخبط ابقى بص في الورق عادي، ما حدش هياخد باله. ماشي، بس مش في الجامع، يبقى هنا. هتقول الخطبة هنا يا عدمان؟ لا مش خطبة، ديه درس، يعني نجرب الأول في الناس هنا، والله الموضوع نجح يبقى نروح الجامع. وايه الزناعم دي؟ يا عم زناعم ايه؟ اسمها الزنا عم. ايوه، وايه بقى الرباطم؟ الرباطم، الزنا عم والرباطم. لا انا مش هقول اللي في الورقه دي. امال هتقول ايه؟ انا هتكلم كده بالبلدي. قول بالبلدي بس اوعك شيء. خش انت وهو. ادخل يا حاج ادخل. هو حد يلمس حاجه؟ بقول لك اهو. تعالى يا حاج اتفضل. كله يثبت محله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتوا طبعا مش عارفين انا جمعتكم ليه، يعني يعني كان ودي كده ان احنا نتجمع كده ونقعد مع بعضينا ونتكلم في الاحوال، يعني نقول كلمتين كده يعني في الخير، يعني نتكلم في الله، يعني رب العزه سبحانه وتعالى لما خلق البني ادم خلق البني ادم عشان البني ادم يعبد ربنا، واول بني ادم ربنا خلقه مين؟ سيدنا ادم. فسيدنا ادم ده اول بني ادم اتخلق. عدم المؤاخذه حضره العمده، سيدنا آدم مش بني آدم. مش بني آدم إزاي؟ ده طبعاً بني آدم. أيوة مش بني آدم. يا واد أنت بني آدم، وهو ده عفريت ده ولا جن؟ ما هو بني آدم. سيدنا آدم أول إنسان. امشي يا واد اطلع بره. أني؟ امشي بره. اهدي. إيه؟ مفيش خية ولا حشة؟ اهدي. وترد عليا كلمة بالكلمة؟ فزي ما قلنا إيه بقى؟ إن سيدنا آدم ده أول إنسان. أول إنسان ربنا خلقه، ومن بعد كده ربنا خلق منه إنسانة اللي هي مين؟ ستين حواء. الإنسان ده بقى لما انتشر بقى بشر. البشر ده بقى مش عاجبه حال، كل واحد مش عاجبه رزقه ومش عاجبه حال، يعني ربنا لما وزع العقول كل واحد عجبه عقل وكيفه قوي، ولما وزع الأرزاق ما حدش عجبه رزقه، كل واحد بقى بص في ايد اللي قدامه وبص عند اللي عنده وما عجبوش رزقه. ليه؟ لانه غايب عن ذكر ربنا، ما بيحبش ربنا. فيه بقى ناس طيبه تحب ربنا وتسمع كلامه وتسمع كلام الرسل، ومن بقى فيه ناس تانيه والعياذ بالله تلاقيهم كده بقى تبع التبع وحسب الحسب، وليهم كده يعني ايه؟ تلاقيهم يعني نفسيتهم كده يبصوا للي عنده ويبقوا تبص لي كده ليه؟ في ايه يا عمنا؟ قوم اتكل على الله، قوم امشي، قوم يا اخويا انت وهو، قوم يا اخويا. يلا يا اخويا، يا اخويا اطلع من السرير. قوم يا اخويا انت قاعد كده ليه؟ يلا قوم يا اخويا. يلا يا عمده، يلا يا عيني، يلا يا عيني، يلا يا يلا تتكع. اهدي يا اخويا. اهدي يا عدمان. قوم يا اخويا. ايه ما كنت ماشي كويس وعمال تقول كل واحد عاجبه عقله ومش عاجبه رزقه، وايه اللي خلاك هلاك؟ انت شفت ظهر لي ازاي؟ اهدي. افرض يا اخي ظهر لك عادي. ده حسد ده. برافو يا منتهى، برافو. تربيتك يا عادل بيه. قالت خمنيون بالظبط القالب اللي انا بحبه. وريني كده. لف يا اختي لف. نينا كانت هتنبسط قوي لو كانت قابلتك. بشويش يا عادل بيه. سبتيها لي كمان بريحه الطينه. الله. نسيب العزول ونروح انا وانت يا قطه. يلا تصبحوا على خير. خدي بالك من عادل بيه وانت من اهله. النبي يا اختي، الرجاله دي بتكبر وتتهب. غريبه قوي ايه اللي بيعمله ده؟ انا عارفه يا اختي. جرى ايه يا بيتي يا لبيب؟ انت استنى هنا، انت رايح فين انت كمان؟ وانت يا اختي كل ما تشوفي شنب راجل تشيكي عليه، مش يا اختي نجري من هنا؟ روحي شوفي شغلانتك في حته تانيه. جرى يا ابو العيال،
ويا ايه؟ اول ما قالت لك تعالي يا اخويا سبت ايديك ورجليك ورايح معاها؟ وانا يعني كنت رايح معاها فين؟ طب يا ابو العيب خد بالك بقى يا حبيبي، الصنف ده هتشوفه كتير قوي في طريقك وسكتك، لما تشوفه يا اخويا ابقى سد بيبانك في وشه، ماشي يا ابو العيله؟ خلاص يا راوي. هو ايه اصله ده يا اختي؟ ما تخفي على الراجل شويه. يوه مش جوزي بغير عليه. وبعدين كنت عايز ايه؟ عايز ترقص؟ ارقص معايا يا اخو. ارقص 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 يعني؟ ايوه ارقص ارقص ارقص. الله ابو العيله مش جت قالت لك تعال معايا رحت معاها؟ يلا. ما كنت لا عارف يعني رايح فين؟ يا سلام مش عارف كمان ورايح معاها؟ انت عايز تجنني يا راجل؟ ارقص امسك يلا امسك. انا ما بعرفش ارقص. ايه ازق نفسي يعني؟ ما تجننيش يا ابو العيل ما تجننيش. ممكن لسه هجنني. يا بت يا بت ده انا وانتي عرسان جداد. يعني عارفه يعني ايه عرسان؟ يعني فاهمه يعني ايه جداد؟ يعني لازما وحتما وضروري نتنيل بنيله. يعني انا لغايه دلوقتي لو حكيت لايوتا حد انني ما اتنيلتش بنيله ما هيصدق. ده انا حتى لو حلفت له بايمانات ايه ما هيصدق. دي حفيظه فاهم ان انا وانتي انا مش مصدق يا اخويا. بس وانا هعمل ايه يعني؟ اصبر بس كده يعني لحد بكره وان ربنا ما فرجهاش نبقى نشوف حكيم. حكيم؟ حكيم ايه؟ ايوه يا اخويا حكيم. انا بقول يعني لو ربنا ما فرجهاش. لا ان شاء الله هيفرجها وهيفرجها النهارده ودلوقتي. لا يا عثمان لا يا عثمان اخص عليك يا عثمان احنا ما اتفقناش على كده يا اخويا. لا كده اهو. طب ماشي نامي يا فاطمه انا هروح لحفيظه. استنى هنا حفيظه دي اهي دي اللي انت تروح لها وتسيبني. خلاص مش هسيبك اجيبها لك هنا. كده يا عثمان انت بتزعلني اهو. زعل بزعل بقى. انت هتقهرني؟ امال اعمل فيك ايه؟ ما انت هتنقطيني كده يا عثمان. كده يا توتو تسيبني لوحدي يا توتو. اخص عليك يا توتو اخص عليك اخص. انت هتموتيني يا فوطو. خلصي. عايز تسيبني وتروح لحفيظه؟ ما انت تعباني معاكي يا فاطمه يعني لينيها شويه. اصبر اصبر بس كلها يومين ان شاء الله. اصبر ماشي انا صابر. ورب الكعبة انت تنفع امام جامع. ما هي اصل الامامة يا عمدة ما هيش علم وباس. كم من ناس ربنا مديهم علم من واسع انما ما عندهمش بقى حسن الاسلوب ولا براعة الالقاء. وانت يا عمدة يا عثمان انت معايا يا عمدة؟ ايه انت بتقول حاجة؟ والله انا قلت حاجات كتير بس مش عارف عيدها تاني. بلاش احسن ملوش لزوم. ايوه افتكرت كنت بقول ان انت تنفع امام جامع وعن جدار. لا بقول لك ايه فضينا بقى من السيره دي. هي كانت مره وخلاص. انا مش هعمل في نفسي كده تاني. انا اصلا دي مش شغلتي وبعدين دلوقتي انا مش طايق نفسي. لا 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 فيك ايه يا عمد الله مالك؟ مع ان اللي زيك يعني المفروض يكون مزقطه. ايوه المفروض ابقى مزقطه وبلعب وفرحان وبعمل للبدع. ما هني متجوز بنت زي وش اللبن. في ايه يا عمد؟ يا البنت فاطمه مزعلاك؟ مزعلاني الا مزعلاني دي مغلباني الغلب كله. تصدق يا راجل ده انا لغايه دلوقتي ما طلتهاش. يا ساتر يا رب. بقول لك ايه يا عثمان؟ اوعى البنت تكون عيان. عياني؟ ده انا اللي بقيت عيان بيه. انا اللي بقيت مش عارف اعمل ايه. وهي كل شوية حجج وأعذار وكل يوم حكاية ورواية ورغي ونقعد نناهد ونلف وندور ونعافر ولحد ما النهار يطلع وما طولهاش برضو. أنا ساعات الشيطان بيقول لي إن البت مش ريداني وساعات تانية أنا مبقاش مشتاق لطلتها لأني لما بشوفها ببقى عامل زي الرهوان كده ومش عارف أعمل حاجة. والبت يعني كده بتبقى ملعلطة كده ومقلوظة وأنت بتبص على إيه؟ أنا خلاص بقيت هتجنن مبقتش عارف ايه يعني اعمل ايه. مش عايز اخدها غصبانية. انا عايزها برضو برضاها وبنعومتها كده عشان حلاوتها ما تمررش وتمسخ. اقول لك يا عمدة عدم المؤاخذة يعني مفيش قدامك غير انك تاخدها غصبانية ومش غصبانية. ده ايه البواخة دي؟ هو ده وقت تريقة يا اخويا انت التاني؟ انا ما بتريقش يا عمدة انا بتكلم بجد. امال ايه يعني غصبانية ومش غصبانية دي؟ اسألني وانا اقولك.
في حاجة كده يا عمدة تاخد منها معلقة تحطها على كوباية شاي وتسألها فتروح في سبع نوم، هي بتبقى دريانة بكل اللي حواليها بس ما تقدرش تعافى، وتصحى الصبح تبقى حاسة إن اللي حصل ده حصل بخطرها وبكفة. طب إيه المعلقة دي؟ ما تجيب لنا معلقتين ثلاثة يا أخي. للأسف يا عمدة مش عندي، هبعت أجيبها لك الصبح إن شاء الله تبقى عندي. لا بكرة لا، النهاردة وفي التو والحال، أنا خلاص بقى. يا سلام، جت على ليلة يا عمدة. هي تاخد معلقة كبيرة ولا صغيرة؟ والله أنت ومقدرتك يا عمدة. هو أنا اللي آخد ولا هي يا أهبل أنت؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام. بيت الحاج محمود فين؟ روح ايدك اليمين وين دراعك الشمال. ألف شكر يا حاج. يا أهلا وسهلا. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. السلام. تفضل يا مولانا. رحمة الله. شرفت وأنست يا مولانا. تفضل تفضل. يا رب يا ساتر. خلاص امال يا ابو العيل، كل حي راح لحال، انساه، انسى ان فاطمه دي كانت مراتك في يوم من الايام. ليه يا حسان؟ لو انت فاكر ان ابو العيله جوزي لسه بيفكر في فاطمه. قولي له يا ستي، قولي له فاطمة بقت مرات العمدة بالشرع والقانون. فاطمة خلاص دخلت بيت عثمان ودخل عليها. العفو عليك. تعالوا يا عيال. أما أم تعالي 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 يا زنوبة يا قروبة. أهلا يا حماد، شفت أمكم جابت لكم إيه؟ جابت لنا إيه؟ حاجات حلوة كتير. يلا يا محمد، يلا يا زينب، يلا خش جوه. يلا عايزة أما أم. معلش عشان نشوف جابت لنا إيه جوه. يلا يلا يا عيال، يلا تسلم يد. يلا وأنا جاية لكم يا عيال. ايه اللي جابك هنا يا فاطمه؟ غريبه والله. هو انا المفروض استاذن قبل ما اجي اشقر على عيالي يا اختي ولا ايه؟ وبعدين انا ما كنتش اعرف ان ابو العيله هنا، ولو كنت اعرف يمكن ما كنتش جيت. مالك يا اخويا مسهم ليه كده؟ ما تبصيلي يا ابو العيله وما تتكسفش. فاطمه اللي قدامك دلوقتي يا اخويا مش هي فاطمه بتاعت زمان. واني مش عايزاكي تخافي من عيتها حاجه. انا يا اختي ما عادش في دماغي دلوقتي غير ان انتقم من اللي ظلمني وبكيه بحسرته زي ما بكان. ده بس اللي شاغل تفكيري، مش اي حاجه تانية.
يعني ايه يا فاطمه؟ يعني كويس ان لقيتك هنا يا اختي، عشان لما كنتش لقيتك كنت جيت لك لحد دارك. حاكم كلامك لسه بيرن في ودني لحد دلوقتي. فاكره ساعه ما قلتلي ان العمده مسيره هيزهق مني؟ عندك حق، هو فعلا مسيره هيزهق حتى لو جبت له الواد اللي هو عايزه، ممكن بسهوله ياخده مني بايده الطايله. عشان كده انا فكرت في كلامك كويس ولقيت ان مفيش غير حل واحد، ان اقطع له ايده الطايله دي وتبقى مفيش غير ايدي بس هي اللي طايله. سمعت يا ابو العيلة؟ يوم ما فاطني اتغيرت هي اوام اواه. انت كمان اتغيرت يا ابو العيلة، اتغيرت خالص. كنت هتني يعني اتنضغ كده من ايات وحاد؟ طبعا كان لازم انا اتغير. انا اتبهدلت، موت امي واخدوا مني ام عيالي غصبوني. كويس ان انا لسه في عقل في راسي. وعقلك اللي في راسك ده هو اللي انت هتعرف بيه خلاصك. والله براوه عليك يا فاطمه. عدونا هو هو، وغرضنا كمان هو هو، وآخرة مشوار كل واحد فيني هي هي. ولا انت أمنة من العتمان وكلاب البلد دول تشفي غليلني؟ ما احنا لو اشتغلنا عليهم مع بعض هنسوي فيهم الهوايل. وانا يا اختي من ايدك دي لايدك دي. انت لازم تشوف لنا حل في السته دي يا عمده، انا مش هستنى اكتر من كده. راويه دي لازم ننتهي منها خالص. حاضر حاضر. هو ايه اللي حاضر حاضر؟ انت مش معايا خالص يا عمده. هو ساعتها جاي تبارك ولا جاي في شغل؟ بقولك بتهددني يا عيني يا عينك. ايه يا سيدي ما تخافش قوي كده، ما كانتش كلمه تعمل فيك كل دي. وبعدين راويه ايه دي اللي هنعمل لها حساب ولا وزن؟ لا انت مش فاهم يا عمده، بعد اللي قالته لي ده انا لازم اعمل لها 1000 حساب. خلاص نشوف صرفة في الموضوع ده، بس مش دلوقتي بقى يعني، بعدين، لان انا دماغي مش فيا. انا غلطان اني جيت لك يا عمده، بس خلي بالك لما الفاس تقع في الراس محدش هينفعك. معلش يعني ما تاخذنيش، اصل ايه يا عم مشغول كده بحاجه يعني ليها علاقه بموضوع. على كل حال الف مبروك يا عمده، بس خلي بالك وفوق لنا كده شويه، عايزين نشوف حالنا. ماشي حاضر. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الف سلام. اعمل له ايه ده؟ هقول له ماشي حاضر حاضر ماشي، ما هو مش عاجبه بس اعمل له ايه؟ ايه ده البيت بهدليته. بركه انك جيت. اي والله، وكمان بيني وبينك فرحان قوي قوي انك جيتني. اولا كترتني ونورت البيت وهلت ريحتك الحلوه في كل حته. ثانيا انا كان لازم اقول لك كلمتين قبل لا تروح للراجل العمده ده. الراجل ده زنطار في الكلام، ولو جات سيرتي راح يجيب ويحط علي، كرهني قوي وهيوغر صدرك من ناحيه. قبل ما تكمل يا شيخ محمود، انا بفضل الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما بحبش اسمع كلام من حد عن حد، يعني كلامك عن العمده رغم انك راجل كبير ووقور واكيد مش بتكذب، وكلام العمده عنك انا عارف طبعا ان في خلافات بينكم، لكن انا بحب اتاكد بنفسي، بحب اشوف بعينيا واسمع بوداني. ما شاء الله ما شاء الله، كلام موزون وعاقل. ربنا يخليك. بص يا شيخ محمود، اسمح لي يعني ان انا اقول لك حاجه صغيره جدا. الدنيا بتمشي في طريق غير الطريق وسكه غير السكه لما بنوكل الامور لغير اهلها. نعم. يعني ابسط لك الموضوع بس يا شيخ محمود، لو انت يعني مريض لا قدر الله بتروح فين؟ عند الدكتور. ولما انت بتعوز تتعلم القراءه والكتابه بتروح فين؟ الخواجة طبعا. كذلك الدين والإفتاء والإمامة لها أهلها ولها أصحابها اللي مسؤولين على إنهم ينقلوا العلم ده لبقية الناس. أنا مش جاي أخد مكانك يا شيخ محمود، أنا راجل درست في الأزهر ونقبت وبحثت وتعلمت علشان أنقل كتاب الله لخلق الله.
الله 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 على كلامك الحلو يا ولدي. مدد مدد مدد، الله أكبر، ما شاء الله عليك. شاب وحلو الطلعة والمحية، وشك منور ودماغك مليانة علام يا ولدي. الله ربنا أكبر. يخليك. ربنا يخليك يا شيخ محمود، علشان كده عايزك تساعدني في إن احنا نعمل كده. معاك يا ولدي، من إيدك دي لإيدك دي. بس والله والله قسما بالله يا شيخ عيسى يا ولدي، تفضل، عمري وفي حياتي ما طلعت كلمة من خشمي إلا بحق وعن حق. والله يا شيخ محمود أنا ما قلتش إنك بتقول حاجة غلط للناس، وما قلتش إنك بتعلم الناس الحرام على إنه حلال ولا الحلال على إنه حرام. كل اللي بقوله إنه مش كل واحد قرأ كتاب هيبقى واعظ، مش كل واحد قرأ له كتابين حتى لو نيته سليمة هيبقى مفتي وإمام وداعية. ولا يا شيخ محمود؟ تمام. والعمدة عتمان أصلح الله شأنه، مش ضروري نقول للناس إنه هو ظالم، مش ضروري نقول للناس إنه هو حرام، الضروري إن إحنا نعلم الناس يعملوا إيه قصاد الظلم والحرام ده. ودي عايزة كلام يا شيخ عيسى ولا عايزة علام؟ طبعاً عايزة كلام وعايزة علام. كل حاجة في الدنيا بالعلام يا شيخ محمود، مش بيقولوا في المثل الشعبي أخذ الحق حرفة؟ مظبوط، كلام موزون. علشان كده الناس اللي قدامك دول لازم تفهمهم وتوعيهم، لازم تفهمهم وتوعيهم بحقهم. حقهم فين؟ ياخدوه إزاي؟ مش بالكلام الكتير والخطب يا شيخ محمود، لأن كلام كتير وخطب من غير طريق مرسوم ما منوش فايدة. الله أكبر عليك وعلى دماغك المنورة وكلامك اللي زي السكر. والله والله يا شيخ عيسى ولدي أنا حاسس إن ربنا هينصف البلد دي على إيدك أنت إن شاء الله. وعلى إيدك معايا يا شيخ محمود. يا رب يا رب. راحت فين دي؟ راحت فين؟ يا عمد انت خرجت رحت فين يا فاطمة؟ اهدي، انت غيران علي ولا شاكك في؟ لا 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 يا اخوي، ده انت اكتر واحد عارفني اكتر من اي حد. وبعدين يعني ينفع تشك فيا كده واحنا لسه ما عداش على جوازنا يوم؟ وفي واحده برضه تخرج كده ولسه ما عداش على جوازها يوم؟ يا اخوي عيالي وحشون، رحت اطل عليهم كده واخدهم في حضني. ايوه ايوه، يعني انت كنت عند العيال؟ ايوه يا اخويا كنت عند العيال، حتى اسال الواد حسان. ولما انت عايزه تشوفي العيال ما قلتليش يعني ليه؟ انا كنت جبتهم لك لحد هنا. يا سلام يا اخويا، تجيبهم لي هنا يعني ازاي؟ يعني ازاي وانت شايف يعني حافظه بتحبني قوي عشان تحب عيالي؟ دي مش بعيد تسمهم لي. لا تسمهم ده ايه؟ وانا رحت فين؟ ده هي لو سميتهم انا احفظ اساميهم. استنى 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 كده. في ايه؟ ايه بقى الكلام اللي انا سمعته ده اللي يسم البدن؟ كلام ايه وبدأ؟ خلينا في البدن وسيبك من الكلام عشان انا عايز. قال انت يعني ناوي تاخدني بطن تشيل وتحط وبعد كده تطلقني وترميني في الشوارع؟ انت عرفت ازاي؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ ايه الكلام الفارغ العبيط ده؟ انا برضه اقول كده؟ اهل البلد هم اللي بيقول. سيبك بقى من البلد واهل البلد وخليكي معايا. يعني ده انا يا بنت انا ايه؟ بصي بصي قلبي قلبي ما فيهوش غير فاطمة. فاطمة يا لهوي، فاطمة 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 فاطمة. ايوه كده، ايوه ايوه. يا عمدة فيه ايه؟ الحق يا عمدة. فيه ايه؟ اخوك اخوك في الارض ومعاه رجاله وبيقيسوا الارض وبيدقوا حديد وبيحطوا علامات. صحيح الكلام ده يا ولد؟ ايوه شفتهم بعناية جناب. اجري حضر الكريتة ولم الغفر، هلبس واجي. حاضر جناب.
جنب الجهاز. يا حضرة العمدة. مش لاقي الركات. السلام عليكم. لو سمحت يا حضرة. بعدين العمدة. بعدين. بس عايز اقول لك. بعدين. يا عمدة. ما دام قال لك بعدين يبقى بعدين. ايوه بعدين امتى يعني؟ بعدين بعدين. يا ست فاطمه، بقول لك ايه يا بنت؟ ايه؟ انا صاحيه كده النهارده مزاجي رايق ومبسوطه، وليا مزاجه تعكنن. تعملي ليش كده فنجان قهوه حلو بدل المعفن ده، وتغسليه كويس وتجيبي لي فنجان كده يشقلب لي دماغي. اشقلب لك دماغك؟ عيني. حاضر. خزقت عينيكي يا ولي. انت رايحه تعملي ايه؟ اعمل لها فنجان قهوه يشقلب لها نفوخي. لا، تروحي تعملي لها فنجان قهوي وتجيبوه لي علشان عايزه اشربه. يشقلب لك نافوخك برضو؟ ايوه. حاضر. يا حول الله يا رب، لا اله الا الله. خلاص، ما هو الاحترام راح زمانه والمحن خد مكانه. هي حصلت يا حمديه تقولي لي محن؟ لا مقصودش هي لا محن ولا كهن، يعني هي ما تقصدش حاجه خالص. طب روحي يا حمديه، روحي يا بنت اعملي لي فنجان القهوه اللي قلتلك عليه. روحي بدل ما انت عارفه انا عملت فيكي ايه المره اللي فاتت. إيه؟ اصلا انا قلتلك قبل كده ضرب الشبشب ده كيف، وشكلك والله عايزه تتكيفي. لا ربنا ما يجيب كيف النهارده. طب روح. حاضر. روحي. النبي روقه. الله اكبر، ابعد يا شطار. اه يا وطي، قومي فزي يا بنت من هنا، قومي عشان الجرب. يا ساتر يا ساتر، واني اقول العمده بيتهرش ليه؟ اتريه منك يا جرباني. تلاقيه يا اختي بيهرش من ساعه ما شافك. ليه يا بت؟ ده انا قشطه. انت مش شايفه يا بت البياض؟ شايفه يا بت البياض والحلاوه يا بت؟ اتفرجي يا بت وملي عينك يا بت. يا وطي اهري كده اهري. الله يخرب بيتك يا عتمان، جبتلي زباله النسوان. اي يا عرة النسوان، يا خدامي يا وطي. ايه يا بنت؟ ايه يا بنت؟ اهري. ده انا حواريك اللي ما شفتيهوش يا حفيظه الكلب. ايه اللي انت بتنيله ده يا علوان؟ امشي من قدامي دلوقتي يا عتمان. ايه اللي بتعمله ده يا خرفان انت؟ امشي يا عتمان، ما تفرجش علينا الناس يا عتمان. انا برضو اللي بفرج الناس علينا، وانت اللي بتعمله ده يبقى اسمه ايه؟ وبتقول لي امشي يا عتمان؟ بتهدد اخوك الكبير عمدة بلدك؟ اخويا ايه بعد اللي عملته يا عتمان؟ انا خلاص مبقاش لي اخوات. لا والله بقى كده. انت يا غفير انت وهو عمرك يا عمدة. امسكوه. هات ياد كرباج. حس بقى ان احنا ما بقيناش اخوات، يبقى ما فيش بينا بقى غير الحق والمستحق. واني بقى ناوي اخد حق تالت ومتلي، وهوريك العمدة عتمان ممكن يعمل ايه. سجاله قلعوه. مش كده يا عمدة؟ عيب يا عمدة. مش كده يا عمدة عتمان. وانت مين يا اخي؟ مش مهم انا مين، اعتبرني ناصح امين. طب اسمع بقى يا ناصر، لو ما خفتش من قدامي دلوقتي هقلعك واحطك معاه. امين يا عمدة. حرام عليك. عشان انت تعرف والبلد كلها تعرف ان العمدة ما بيفرقش في الحق
ما بين القريب والغريب. الحق حق يا بلد، واي حد ياخد حق حد انا هرجعهوله، ولازم يتربى حتى لو كان اخو العمده. زاد ذاته. سامعيني يا بلد؟ عشان تعرف ان العمده ما بيفرقش في الحق بين غريب وقريب. انت حد كده يا نايس يا دون؟ صحيح ما يملاش عينك غير التراب. اخرسي يا وليه اللي ناقصه تربيه. اخرسي اديك على وشي. اسكت. جات جنينه تفيلك. بدل ما تتشطر على اخوك يا اخويا روح اتشطر على الحفيظه اللي الدليله رجليها عليك. اطلع يا رب. قوم يا اخويا. قوم يا اخويا هات يا بنتي جلابيتها. قوم امشي. قوم. والله ماني سايبك يا عثمان. والله ماني سايبك يا عثمان. هاتي منك لله يا عم. منك لله يا عثمان. لا لا تكسب ولا تربح. البس البس يا اخويا. البس حسبي الله ونعم الوكيل. وهي يعني العين تعالى عن الحاجب ولا تعالى عن الحاجب؟ بس ما تزعلش مني يا اخوي، انت اللي غلطان. ايوه انت اللي غلطان، عشان سبت لهم الحبل على الغارب لحد ما طمعوا فيك وعايزين ينهشوا من خيرك. يعني انت مش معيباني في اللي انا عملته في الواد علوان ده؟ قطعه وقطعه سيرته. ده واد طماع، واني اللي يطمع في مال جوزي ولا مال ابني اللي جاي جاي ان شاء الله يستاهل قطع رقبته قبل ايده. قولي لي يا فاطمة، انت بتحبيني زي ما انا بحبك؟ الا بحبك ده انا بحبك حب. يعني انت تعمل لي قيمه وتسددني وتتجوزني وتحبيني الحب ده كله وبتسالني بحبك ولا ما حبكش؟ ده اني احطك جوه عيني واتكحل عليك. يوه استنى يا بنت اللي هي بلاش التزغزيخ دي. الله ده يا بنت استنى يا عمدي. ايه بلاش شغل عيال صغيري ده انا بضحك يا بنت. استنى قطعت وقطعت سيرتك يا حفيظه اللي ما عملتيها مره. وهي حفيظه دي ست؟ اي والله انا مش عارفه انت اتجوزتها على ايه. ده انت نفسك حلوه خالص يا بنت. يا بنت قدامي بالراحه بالراحه اهو بالراحه. ايوه بس انا يعني في حاجه كده مستغرباها. حاجه ايه؟ يعني يا اخويا كده بحسك يعني بتعمل لها الف حساب. ليه؟ يمكن عشان اخوها. انا لو منك ادبر له قضيه وارميه فيه واخلص منه خالص. لا لا يا بنت لا، السيد ده برضه مهما كان صاحبي. مش بقول لك انك طيب وعلى نياتك؟ اهو صاحبك دي داير يقول في البلد كله انك ما تقدرش تقيم عينك فيه ولا حتى تزعل اخته حفيظه عشان مسك عليك اللي ما يتمسك. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ من اهل البلد. بس نقول ايه، ما هو دايما الكلام كده يجي عند صاحبه ويقف. ناس ناقصين بحقه حقيقي. ايه والله عايزين جنازه ويشبعوا فيها لط. بس هو العيب مش علينا، العيب على داير ياخد من البلد يمين وشمال ويهلب فيهم ويهددهم ويقول اذا كنت تاني قادر ابهدل العمده بتاعكم ده واجيب مناخيره الارض مش هقدر عليكم انتوا يعني يا بلد الكلاب. ايه والله بس اقول ايه، اسره ما دام طلع صاحبك يعني انا مش هقدر اقول حاجه اكتر من كده. بس انت واجب عليك انك تعاتبه يا عمده. ايوه لازم انت تعاتبه بحق الصحوبيه اللي بينكم. عاتبه؟ عاتبه على ايه ولا ايه؟ ايوه خلينا في التزغزيغ احسن. ده انت طلعت ايه دي؟
يا حلاوتك يا جمالك يا بيت. ايوه كده هو ده الجواز، هو ده الجواز. جاتكوا 60 نيله. ايوه ايوه يا بنت اتجوزيني اتجوزي. ايوه كده ايوه ده بقى ده. استنى ننشف ده الاول. ماشي نشفي ده الاول. نشفي يا اختي نشفي. شايفه اللي بتنشف يا اللي نشفت دم ربنا ينتقم منك. ايوه ايوه كده ما شاء الله. ايوه يا بنت ايوه يا بنت. بلاش بقى التزغزغ هنا بقى. ايه لسه هنبدا بقى. من الاول من الاول تاني. يلا هات رجلك خدي. خلاص مش مكملي. لا البتاعة دي خشنة. خشنة؟ ايه نصبنها لك الأول. ماشي. ايه يا سلام يا سلام يا سلام. أهو. ايوه بالراحة. يوه